9 متل عليكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صباح الخير صباح لبنان، لحتى نترافق نحن وياكم لمدة ساعتين ونص من الوقت برفقة المقابلات من داخل استوديو التحات الخاصة بالبرنامج، وطبعا الفقرات الثابتة يلي تعودتوا عليها ويلي بتنطروها يوميا. صباح الخير جو. صباح النور. أنا اليوم؟ أنا منيح وأنت؟ الحمد لله. صباح الخير مشاهدينا مع بداية صبحيتنا لليوم بدوري طبعا بصبح عليكم على أمل دايما تكونوا عم تستمتعوا برفقتنا بصبحيتنا اليومية من تلفزيون لبنان، على أمل دايما ايضا تكونوا عم تستفيدوا من كل المواضيع الثقافيه الفنيه الاجتماعيه وغيرها اللي بنطرحها دائما. نشاطات مختلفه موجوده على الساحه اللبنانيه طبعا ببرنامجنا بنجرب قد ما فينا انه نتابعها، بالاضافه طبعا للمواضيع الثابته واللي دائما بنطلع عليها. البدايه مثل كل يوم رياضيه بامتياز، من بعدها رح نروح نحن وياكم لضيفتنا داليا اللقيس مديره برنامج الحد من الكوارث بالوكاله السويسريه للتنميه والتعاون، لحتى نحكي نحن اكثر نحن وياها اكثر عن موضوع الكوارث والحد منها وكيفيه العمل بحال وجود اي كارثه. أيضا مشاهدينا منتابع نحن وياكم ونوصل لفقرة أجندة لليوم. بأجندة رح نتعرف على إصدار جديد بيحمل عنوان لم نعد صغارا، وهو كتاب من سلسلة كتب تربوية طبعا من عالم الطفل والمراهقة أيضا للكاتبة الدكتورة مها جرجور. كل التفاصيل بأجندة. يا ريت نرجع صغار. يا ريت بدي 5 سنة بدنا نرجع لورا. ما كثير مش كثير بكل احوال عم نحكي يا ريت نرجع زارك قبل ما نتابع لضيوف في دراسه بتقول كيف ما بنكبر كيف بنضلنا زار. بدك مرت الجاي لما نكون امريكا يلا بنحكي عنها اكيد. رح نضل متابعين طبعا ببرنامجنا. من بعد هالفقره رح نروح لفقره نوتريشن مع مايا نحول وكل التبس اللي محضرتنا اياهم مايا. من مايا مشاهدينا نحن وياكم نحن ننتقل ايضا الى نشاط موجود على الساحه اللبنانيه او بالاحرى نشاط من لبنان الى الجزائر، وهو مؤتمر ثقافي بالجزائر. رح ناخذ تفاصيله اكثر ضمن فقره سوشيال ايفنت اليوم مع دكتور ادونيس عكرة. وبفقره نيو تالنت رح نستقبل ضيفنا روني الحاج المغني لنحكي نحن وياه عن بدايه مشواره الفني وطبعا شو محضر بهالفتره. اما لكل اللي حابين يعرفوا شو مخبر لهم الحظ بهذه الايام وكيف رح تكون وراءهم وشو معقول تكون حملت لهم الايام المقبله، فما لكم الا زينة نمرود ضمن فقره التارو برفقه زميلتي رنا. والبدايه رياضيه واليوم مع غاده شيخاني. من بعد النشاط الرياضي رح نضل نحن وياكم مشاهدينا متابعين بلقاءاتنا، ولقاءنا التالي رح يكون مع داليا اللقيس مديرة برنامج الحد من مخاطر الكوارث بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC. صباح الخير داليا. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. اليوم موضوعنا لنحكي عن الحد من مخاطر الكوارث وطبعا النشاطات اللي عم تعملوها بهيدا الاطار وحملات التوعية. قديه او بالاحرى من 2001 حضرتكم موجودين بلبنان كSDC وعم تشتغلوا على الارض، فيك تعرفينا اكثر عن حالكم وعلى اي اسس عم تشتغلوا خاصه بهيدي الفتره؟ اوكي صباح الخير. صباح بالبدايه الوكاله السويسريه للتنميه والتعاون هي بس للتعريف هي جزء من الخارجيه السويسريه، وهي الجهه الموكله بتقديم المساعدات لكل الانشطه الاغاثه او التنميه بالبلدان. بلبنان من عام 2001 الSDC موجود عم تشتغل مع الحكومة اللبنانية، وابتدأ العمل على اتفاقية تعاون مع الحكومة اللبنانية لتقديم المساعدات في حال حصول أي كارثة أو أزمة كبيرة للبنان. فهذه الاتفاقية بتحتم على الحكومة السويسرية تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية في حال الأزمات الكبرى. طبعا الوكالة السويسرية بالإضافة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث بتشتغل على محورين كبار، موضوع الحماية لبنان وموضوع الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش. بهذه المجالات المستهدفين هن الأشخاص المهمشين الأكثر عرضة للخطر، لبنانيين إن كانوا نازحين أو لاجئين أو حتى عمال أجانب موجودين على الأراضي اللبنانية وبحاجة لهذا الدعم. نحن ما بننفذ مشاريع مباشرة إلا استثنائيا، بنشتغل عبر شركة بلبنان إن كان أمم متحدة مكاتب للأمم المتحدة أو جمعيات دولية أو محلية، منقدم دعم تقني ومنقدم دعم مالي عيني للمساعدات البرامج على الأرض.
نعم. هذا بشكل عام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. نعم. بالنسبة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث، كيف عم تشتغلوا على هذا الإطار؟ أوكي. هلا بهذا الموضوع بالتحديد الاس دي سي كانت من أول الممولين اللي دعمت موضوع تعزيز قدرات الدولة اللبنانية على مواجهة أو قدرتها على تدخل استجابة في حال حصول كارثة طبيعية أو من صنع الإنسان. بالإضافة للاتفاقية التعاون اللي صارت عام 2001، بال2009 ابتدأ عمل على مستوى وطني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على خلق وحدة حد من الكوارث لدى رئاسة الحكومة. نعم. فتم إنشاء هذه الوحدة اللي هي كانت مسؤوليتها تساعد الدولة اللبنانية على وضع خطط واستراتيجيات للوقاية الاستعداد وللاستجابة. نعم. لأنه طبعا العمل على الحد من مخاطر الكوارث هو مش بس تحصل بس الكارثة، هو عمل بيسبق حصول الكوارث ليخفف من أثرها عند حصولها. نعم. لأنه طبعا ما فينا نتفادى نمنع حصول هالكوارث، بس فينا نخفف من أثرها عندما تحصل. نعم. فابتدأ العمل مع الـ UNDP على خلق هيدي الوحدة اللي اشتغلت على خطة وطنية للحد من الكوارث، اشتغلت على خلق لجنة وطنية للتدخل في حالات الكوارث، نوضع قانون لإنشاء هيئة وطنية هي بتعنى بالاستعداد والاستجابة للكوارث. طبعا هيدا الهيئة بعد ما تم تصديق هذا القانون، بس بنأمل انه يتم تأسيس هذا العمل ليكون بشكل مستدام ولا يبقى من بعد ما يخلص المشروع. طبعا مع الـ UNDP انشغل كتير امور، انشغل على مواضيع وطنية استراتيجية، وانشغل على الملف القطاعي. نعم. فمع الوزارات المعنية، بذكر مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، انشغل على خلق خطط استجابة لهالوزارات في حال طوارئ أو في حال الكوارث، وانخلق مثل غرف عمليات لدى هالوزارات لتكون هي مختصة بالتدخل وبكيفية الاستجابة العاجلة وبشكل فعال. كمان انشغل على المستوى المناطقي، فهيدي الوحدة انشغلت مع محافظات، اشتغلت مع أقضية بلبنان، مع اتحاد بلديات. نعم. على تمكينهم وبناء قدراتهم لا يخلقوا كمان خطط للمناطق تبعهم، لأنه طبعا لازم نشتغل على مستوى وطني، بس كل منطقة عندها خصوصياتها وعندها تحدياتها. نعم. ومخاطر خاصة فيها، لازم تكون الجهات المعنية بهالمناطق مستعدة أنه. نعم. يعني معقول نشهد عدة وحدات بتكون موجودة أو منتشرة بالمناطق المختلفة؟ نعم. الفكرة الرئيسية أنه رح هو في هيئة وطنية لازم تكون على المستوى الوطني المركزي، هي بتدير عملية حيلا استجابة أو حيلا تخطيط للعمل بالموضوع الحد من الكوارث، بس كمان بالمناطق كتير مهم، لأنه عند حصول أي كارثة المستجيبين الأولين هن الناس اللي موجودين بالمناطق. طبعا. فنحن ما فينا ننطر بس يجي الدعم من المركز، يعني من بيروت أو من. نعم. العاصمة، بس كمان لازم يكون في فرق ولازم يكون في خطط واضحة بهالمناطق بتوضح أدوار الأشخاص، مين مهامه يعمل شو. نعم. بوقت حصول هيدي الكارثة، وكمان قبل حصول أزمة يكونوا جاهزين بموضوع الأبنية، بموضوع المدارس، بموضوع المستشفيات، البنى التحتية تكون هي كمان مستعدة لحصول كارثة. نعم. من هالكوارث. بس احنا عم نحكي عن يعني مشاريع مستدامة ومشاريع طويلة الأمد، ما عم نحكي عن مشروع بيخلص بشهر شهرين أو بسنة سنتين، يعني في عملية طويلة، وحتى يعني في مراجعة لحسابات ماضية. صح. يعني في بنى قديمة، في أماكن سكنية غير مستوفية الشروط، يعني كلها بتكون معرضة لكوارث مختلفة. يعني ما عم نحكي فقط عن الزلازل أو هزات الأرض، هزات الأرضية، عم نحكي عن فيضانات معقول. نعم. عم نحكي عن انشقاق بالتربة أو بالأرضية، يعني في مواضيع مختلفة. نعم. هذا الموضوع كتير مهم، لأنه نعم نحن بلشنا دعم مع الجهات المعنية تقريبا من سنة 2009. نعم. بس هذا شغل كتير طويل، وصعوبته أنه الأشخاص المعنيين، الوزارات والمؤسسات والجمعيات وكل الناس المعنيين بهالموضوع، صعب أنه ياخدوا هالموضوع أولوية مع وجود كل هالتحديات بالبلد. نعم. لأنه طبعا الكوارث هي شيء ما منشوف، يعني نأمل ما نشوفه إلا ما يحصل، ما بنقدر نتوقع أنه
قد ايه رح تكون فداحته. فبالتالي الاولويات كتير كبيره بتخلي انه الاشخاص المعنيين اوقات ما يعتبروا هذا الشيء لا اولويه واليوم لازم نحله ونحط خطط استباقيه تنكون عم نخفف من المخاطر. لانه عم نحكي عن خطه استباقيه، ما عم نحكي عن شيء حدث وبدنا وصار وبدنا نستجب له، بينما بس نحكي عن الاستجابه بيكون اكثر التفاعل لانه شيء شايفينه الناس قدام عيونهم وبدهم يلاقوا طريقه ليعالجوه. نعم هذا الموضوع بيتطلب عمل طويل، يعني مشاريع طويلة الأمد بيتطلب خبرات كتيرة بأصعدة كبيرة، بيتطلب أنه يفوت موضوع الحد من الكوارث يتم إدماجه بالقطاعات كلها، بموضوع التربية، بموضوع الصحة، بموضوع الاجتماعي، لأنه هي منا يعني طريقة واحدة، هي لازم تشتغل على كل هالقطاعات لتحصنيها لتقدر تواجه هذا الموضوع. نعم. فأكيد هو عمل طويل الأمد، بده خبرات، بده تمويل، بده كوميتمنت أو التزام من كل الأشخاص المعنيين تنقدر نوصل لنتائج. نعم. أحسن. نعم. إن شاء الله يعني نقدر نوصل لنتائج، خاصة بأزمات مختلفة شدناها بالبلد وكانت عم بتكون يعني دائما الخطوات هي تصحيحية، بينما كان فيها تكون يعني لازم يكون في خلية، لازم يكون في شيء جاهز بحال حدوث أي مشكلة يكونوا هن قادرين يشتغلوا على الأرض، لأنه منعرف أنه الدقيقة تلعب دور مصيري بحياة العدد كتير كبير من الناس يلي بيكونوا موجودين. مزبوط. من هون أهمية بالإضافة للمشروع اللي انشغل على المستوى المركزي مع الـ UNDP، انشغل مشاريع بالمناطق. نعم. انشغل مشاريع مع وزارة التربية مع اليونيسف لوضع منهجيات بالمدارس حتى للتلاميذ للطلاب ليقدروا يعرفوا هن إذا حصل هيك أمر كيف. نعم. يعني كيف شو القصص اللي لازم يعملوها بس يوقع الحدث. انشغل مع رح أعطي إكزامبل اتحاد بلدية قضاء صور. نعم. انشغل كمان على خلق وحدة ببلدية صور على تكون هي عم بتدرب أشخاص بالمناطق بكل منطقة يكونوا بالبداية حاليا عم بجمعوا معلومات عن المخاطر الموجودة بالمناطق وكمان يتدربوا في حال حصول أي كارثة وفي قصص عم بتصير مثل حرائق مثل عواصف وقصص بتصير كل سنة فيضانات كيف هن بمناطقهم فيهم يكونوا عم بيتساعدوا. نعم. ليستجيبوا ل يساعدوا بعضهم لحين ما يوصل للمساعدة، خاصة في مناطق يعني معروف عنا تاريخيا انه هيدي بتتعرض لفيضانات اكتر. نعم. من غيرها، او مناطق بتتعرض يمكن لانشقاق بالتربة اكتر من غيرها، يعني حسب طبيعة الارض يلي موجودين عليها. مزبوط. ما فينا نعمم كل الاشياء، كل منطقه لها خصائصها او لها تدخل خاص، كرمال هيك عم ينعمل دعم لها المناطق بشكل خاص لهي تقدر تدير منطقتها. نعم. لانه هي اكثر من غيرها بتعرف شو خصائص هالمنطقه وشو القصص اللي بتصير كل سنه، هي رح تنأذى وهي مصدر المعلومات وهي اللي رح تنأذى. فكتير مهم نشتغل على المستوى الوطني بس كمان على المستوى المناطقي لتكون عمليه عن جد تشاركيه وتكون شامله. نعم. لكل المناطق وتكون هيك بشكل تراكمي مش. نعم. بشكل اليوم بنخلص هون لانه هي ولا مره رح نخلص هذا العمل، هو عمل مستمر. قبل ما ينتهي الوقت داليا رح نحكي عن نهار بكره يلي رح يتم فيه افتتاح غرفه العمليات بسراي الحكومه بساعة 11 الصبح، شو اهميه هيدي الخطوه وقد ايه بتحطكم على خارطه طريق واضحه بالنسبه يعني الاهداف والنشاطات اللي عم تعملوها؟ بضمن المشروع الدعم للحكومه ببناء قدراتها في الشق التقني، في الشق اللي خصه اكثر بالامكنه اللي هي الهيئه الوطنيه رح تكون بحاجه لها في حال حصول اي ازمه، فغرفه العمليات هي الهدف الرئيسي منها انه يكونوا الاعضاء بهيئه الوطنيه اللي هن رح يلتقوا او يعني يجتمعوا تا يستجيبوا لحيال أزمة إن كانت طبيعية أو من صنع البشر يقدروا يكونوا موجودين بغرفة مجهزة بالتجهيزات بالخرائط بالمعدات اللي التواصل بين بعضهم بمعدات التواصل مع المناطق، لأنه هن رح يكونوا على المستوى الوطني عم بنسقوا الاستجابة بس أكيد هن رح يكونوا بحاجة لمعلومات لاتصال لكتير أمور. فأهميتها الغرفة إنه هي مجهزة لتسمح لها الأعضاء اللي الوطنية اللي راح تدير الاستجابة انه يقدروا يكونوا عم بيقوموا بعملهم بشكل فعال اكتر. نعم. فبكرة افتتاح الرسمي لهالغرفة، بنأمل انه ما نستعملها لأزمة او لكارثة، بس في حال صار هيدا الشيء نكون نحن مستعدين. طبعا. ونكون قادرين انه يكون عنا الامكانيات لنقدر نجابه هالأزمات. نعم. يعني مثل ما قلت داليا دايما نحن بنتمنى انه ما يصير شيء
بس ما في بلد إلا ما هو معرض لأي مشكلة طبيعية، فالأفضل أنه يكون مجهزين من أنه يكون فات الأوان على المساعدة على الأرض. داليا لقيس، مديرة برنامج الحد من مخاطر الكوارث بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، أنا بشكرك كثير على وجودك معنا وعلى كل التفاصيل اللي أعطيتينا اياها. موفقين بعملكم وأهلا وسهلا فيك. Thank you. مشاهدينا رح نضل متابعين نحن وياكم بإطار برنامجنا. من بعد هالانترفيو رح نروح لريبورت لخارج الاستوديو، وطبعا زميلي جو رح يعرفنا عليه أكثر. اليوم عن شو رح يحكي الريبورت جو؟ يعني رنا بتعرفي الكوارث الوطنية اللي كنتوا عم تحكوا عنها من شوي هي على أكثر من صعيد، وفي كتير شخصيات لبنانية لعبت دور أساسي بالحد من الكوارث إذا بدك السياسية إذا صح التعبير. اليوم أكثر رح نتعرف على شخصية مميزة جدا واللي هو الأمير فيصل مجيد الرستاني، لعب دور رنا مهم جدا، مشاهدينا لعب دور مهم جدا على الصعيد السياسي بالتخفيف من حدة يمكن كتير من الأزمات السياسية اللي شهدها البلد. تكريما له تم تحويل قصره إلى متحف وطني متاح أمام جميع اللبنانيين لحتى يتعرف على هذه الشخصية اللي من خلالها قادرين نتعرف على حقبة تاريخية سياسية بامتياز من تاريخ لبنان. كل التفاصيل بهذا التقرير وعودة لاستديوهاتنا، خليكم معنا. في حرم التاريخ نقف في رحاب الأرزة المئوية العمر، أرزة لبنان الكبير، نريد فقط أن نذكر من ينسى أن الأمم والشعوب لا تنسى، والواقف غدا أمام محكمة التاريخ إما سيبارك أو يلعن، ونحن لا نريد لأحد أن يلعنه التاريخ. المناسبة تحويل قصر الأمير فيصل مجيد أرسلان لمتحف بيحمل اسمه وبيضم آثار مميزة من الحقبات المملوكية العثمانية والانتداب الفرنسي كما وممتلكاته الشخصية، بدعوة من لجنة تكريمه وبحضور رسمي وشعبي مميز. هذا المتحف أول شيء له ذاكرة وطن كبيرة، يعني في أحزاب طلعت من هالمتحف، في رؤس من هالبيت اللي صار متحف، في رؤس جمهورية إجوا عملوا برنامجهم الانتخابي من هون، في ملوك وأمراء عرب إجوا زاروا هالبيت، فريد الأطرش وسامية جمال غنوا ورقصوا هون بأحد أعراس الوجهاء السعوديين. وهذا البيت عمره المير توفيق أرسلان اللي هو كان ضمن البعثة اللي راحت جابت لبنان الكبير. بهالمتحف نوجد هلأ حاليا لحتى هالإرث ما يضيع. شو هي أهمية المتاحف بعالم اليوم؟ المتاحف هي الذاكرة الحقيقية للشعوب المناضلة والشعوب الحقيقية، الشعوب اللي بتحب المستقبل ما بدها تعيش بالماضي، مع أنه المتاحف هي تعطي من الماضي، ولكن هي هذه المتاحف هي طريق للمستقبل. واحدة من مساهماتنا بإعادة وجه لبنان الحضاري إنه نعمل بيت فيها الأد ذاكرة من تاريخ لبنان، نعمله هو متحف. فالخطوة صحيح إنه تخليدا لذكرى الأمير فيصل مجيد أرسلان، لكن بذات الوقت هي إضافة إلى ما يمكن أن يساعد بعودة النهضة للبنان، وهيدا أقل واجب نحن بنعمله. الناس ما عم بتكون اتجاهها للأشياء التاريخ والفن، متجهة للأمور السياسية اللي هي نحن كتير نتقبيها. نحن نتأمل أن يكون في هيك نشاطات وتوعية عن الوطن وعن التاريخ. المتاحف كتير مهمة لأنها بتحفظ ذاكرة أوطان وذاكرة حضارات، يعني بيروحوا بيجي حضارات وجيوش وحروب وكل شيء، إنما ما بيبقى من هالبلاد وهالحضارات إلا المتاحف، إلا الأوبرا، إلا اللوحات، إلا الليتريتشر الأدب تبعهم. باقي شهادات من المشاركين بالنشاط والمتحف. هو بالفعل هو الوجه الآخر والوجه الأصيل لتاريخ لبنان. حرب في لبنان لم تكن حرب أهلية، حرب لبنانية، جزء منها أهلي ولبناني، والباقي هو حروب، والسنتوين بسميها حروب من أجل الآخرين. اليوم أهميته أنه عم نرجع نتذكر رجالات هالبلد الكبار يلي لبنان انبنى عكتافهم، ويلي هيدي هالبيت هيدا يلي مرق بي كان مراحل مفصلية بتاريخ لبنان، نضل نتذكرها، نتذكر أنه وطننا نحن عنا كتير اشياء نفتخر فيها مثل ما بنفتخر بهالبيت.
هذا له اهميه كبرى يعني لا توصف. شيء مهم جدا انه هالفكره هيدي اللي عملتوها وخلوا ذكر الامير وهيدي ممتازه جدا والكل بيقروها. نفتخر احنا بانه يكون متحف عنا وموجود علينا شكرا. هو يعني حدث كتير حلو بخلي الناس تتعرف على هالقصر وتشوف حقبة يعني من الزمن يتعرفوا كمان فيها كتير أثارات يعني تاريخية وأكيد بحاجة كتير لهالفترة لرجال كلمتهم كلمة وموقفهم موقف. نحن هم بحاجة لنرجع لفكر رجال اللي صنعوا الاستقلال من الله يرحمه الأمير مجيد أرسلان الشيخ بشار الخوري ورئيس كمان دولة رئيس رياض الصلح. هن فعلا اللي صنعوا هن اللي اجتمعوا كلهم سوا يعملوا لبنان لبنان اللي احنا بدنا اياه واللي بعتقد رح نوصل له. على كل حال بدنا نرجع له لانه ما بيصح الا صحيح اللي بيقولوا ونحن بهالبيت بعتقد بيرجع الوحي للكل فعلا حتى نرجع فعلا نتبع نحن الخطوات وعلى كل حال المسيره اللي هن مشوا فيها من 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 40 و50 و60 سنه. ختاما دعوه وصية وكلمة أخيرة. بحب كتير أنه يجوا ويطلعوا ويشوفوا هالبيت على شو بيحوي وهالذاكرة الجماعية الحلوة للبنان، يتعلموا منا أنه فعلا لبنان لا يقوم إلا بالتسامح إلا بالتعايش وإلا بالعطاء. وأريد أنه الجيل الجديد من اللبنانيين وجيل الشباب أن يكون حافظ على هذا الإرث في الاستقلالية مش بالتبعية والاستزلام والاصطفاف. هيدي أهم تراث للجيل الجديد ولبنان بهالمعنى لبنان معلم قاسم. تابع معكم بصبحية يوم الثلاثة طبعا لكل المشاهدين انضموا بهذه الأثناء لا صبحيتنا ما فينا ألا منرحب فيكم ونتمنى لكم دايما رفقة ممتعة. فقرة أجندة هي موضوعنا التالي بعد لحظات. طبعا بأجندة لليوم مشاهدينا بسرني استضيف الدكتور مها جرجور وهي الكاتبة ورئيسة قسم اللغة العربية وأدابة بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني لحتى نضوي أكثر نحن وياكم على إصدارها الجديد اللي بيحمل عنوان لم نعد صغارا وهو المجموعة الثانية من سلسلة هذه الإصدارات. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك ومبروك الإصدار الثاني لألك ضمن هذه السلسلة. مرسي الله يبارك فيك. يعني بعد الإصدار الأول رحنا على الإصدار الثاني، هل الإصدار الثاني هو تكملة هو متابعة للإصدار الأول دكتور؟ هو سلسلة واحدة عندها نفس الرؤية ونفس المفاهيم تتوجه لنفس الجمهور اللي هن المراهقين بين 14 و15 سنة بس قصص مختلفين تماما. يعني كل مجموعة فيها ثلاث قصص مختلفين عن بعضهم بس احنا بعدنا بنفس السياق بعدنا عم نتوجه الى الفئة العمرية اللي هي فئة المراهقة. صح. تحديدا هذه الفئة تحديدا دكتورة الى خلينا نقول الى قاموسها الخاص الى معجمها الخاص الى لغتها الى صورها الى حياتها. كيف عم تتعاطي مع هذه الامور؟ يعني قديش اليوم انت على المام تام بهذه الفئة العمرية تحديدا؟ صحيح هيدي الفئة العمرية عندها عالم خاص فيها ومنطق خاص. هلا الواحد يقدر يتعامل معها ويكتب لها ويتحاور معها بدها كتير خبرات، يعني خبرات علمية وبنفس الوقت خبرات حياتية. وهالشي صار معي حصلته خلال خبرات تعليمية وخلال علاقتي بالمراهقين بولادي بالبيئة اللي حواليي. نعم. هالشي كتير أساسي بالكتاب الموجه للمراهقين. نعم أنا مثلا هيك نتصفح الكتاب شوي ونتصفح بعض إذا بدك هيك الأمور الموجودة فيه. هي نقول إنه الإصدار الثاني بيضمن ثلاث قصص. القصة الأولى بتحمل عنوان لا أريد. القصة الثانية لا أعجب أحدا وليس تحديا. ثلاث قصص. صحيح كل قصة بتعالج موضوع مختلف عن الثاني، موضوع بعيشه كل مراهق بكل بيت بعصرنا هلا. نعم. يعني لا أريد بتعبر تماما عن الرفض، عن الرفض. صحيح. الكلي اللي هو عنوان هيدي المرحلة. ولا أعجب أحدا كمان حالة نفسية. لمراهق عم بفتش عن صورة معينة يقدم حاله فيها قدم رفقاته وقدم أهله. نعم. بتكون شخصيته بعد ما اكتملت. وليس تحديا هي تحدي الدائم والأبدي بين الأبناء والأباء. وأكيد بهالقصص اللي بيميزهم إنه بتحكي بلسانهم وبنفس الوقت بتلاقي حلول إيجابية بنهاية كل قصة. يعني ما بتنترك الشخصيات بالفراغ. صحيح.
نعم يعني في نوع من ايجاد حلول لبعض المشكلات في هذه الفترة. في حلول، في قيم تربويه، وهيدي الاشياء بيستفيدوا منها الاهل والولاد. والولاد على حسب، اذا انا ما عم بتوجه بس للولاد، عم بتوجه نعم. بطريقه غير مباشره للاهل. الاهل ايضا. نعم نعم. طيب دكتور، يعني مثل ما لاحظنا يعني في لم نعد صغارا، لا اريد، لا كذا، يعني في نوع من سلبيه اذا صح التعبير بالتعبير اللغوي، يعني اليوم جمل سلبيه، جمل فيها نفي، جمل فيها ايضا سلبيه، لا اعجب احدا، لا اريد، ليس تحديا. هل التركيز على العناوين تكون سلبيه ولا اللفت، او لانه فعلا هيدي حقيقه يمر فيها كل مراهق؟ هيدي حقيقه بيمرق فيها الولد. نعم. وانا عم بحكي بلسانهم وعم ردد عباراتهم بس بطريقه غير مباشره سلسه، عم ساعدهم تا يوصلوا لحل. يعني كل قصه بتبلش بمشكله تتضخم، لانه المراهق كتير بيتعامل يعني بضخم الامور كتير اكثر ما هي بالواقع. وبفرجي انا انه هالمشكله الكتير كبيره عندك حلها كتير بسيط، عن طريق الحوار وعن طريق التواصل مع الاكبر سنا، او عن طريق انه تخبر شو عم بتحس فتوصل للحل. نعم. اليوم شو ابرز المشاكل اللي بتعاني منها هذه الفئه العمريه؟ يعني اليوم المراهق ب 2015 شو هي مشاكله؟ بعدها نفس المشاكل اللي كان يعاني منها خلينا نقول بسنوات مضيت، ولا هذه المشاكل تطورت مع الزمن، اختلفت، اخذت وجهها ايضا اخرى؟ ايه، هي تطورت اكثر وصار التعبير عنها بشكل عدائي اكثر واكثر حديه. والجو اللي عم بعيش فيه المراهق، التكنولوجيا، الاشياء اللي عم بيشوفها، الافلام، عم تخليه يتفلت من سلطة الراشد، وعم تخليه يتمرد أكتر وأكتر. يعني بالسابق كان في بعد احترام أكتر للراشد، كان لكلمته في إلى وقع بحياته للمراهق. هلأ بحس حلو المراهق بيعرف أكتر منه، بطل الراشد هو مصدر المعرفة، هو عم يقدر ياخد المعلومات من وين ما كان، فهالشي عم بيساعده انه يتمرد اكثر ويكون عدائي اكثر. نعم. في علاقة نمطية، يعني في صورة نمطية عن العلاقة بين الاهل والمراهق بهذه الفترة. كلنا بنعرف انه اليوم في هذا الرفض، في هذا عدم الخضوع، الثورة الموجودة عند المراهق، كيف وصفتيها بهذا الكتاب؟ هلأ هون الصورة النمطية شوي غيرتها انا، خليت الاهل يعني يتفهموا اكثر. فت على داخل الشخصيات الكبار وخليتهم يعبروا عن وجهه نظرهم تجاه الموضوع. وبنفس الوقت خليت الولد يحكي ويعبر عن وجهه نظره تجاه نفس الموضوع، وقربت وجهات النظر. لانه الفوقيه بطلت يمشي الحال، السلطويه ما بقى تنفع. صحيح. انا الاهل وانت الصغير وبدك تسمع، ما بقى يمشي الحال. استعمال العنف والرفض او الطرد كما كان يصير قبل بالقصص السابقه او بالمواقف الحياتيه بالماضي بين الاهل والولاد، ما بقى تنفع. ما في سبيل الا الحوار. وهذا الحوار هو الموجود بقوه داخل القصص. نعم دكتور، عم تقولي ما في سبيل الا الحوار، ونحن اليوم بزمن يعني عم توقف فيه كل الحوارات وين ما كان، خاصه بالبيت. يعني عم نشوف قديش وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه اللي عم بتاثر على الحوارات بالبيت، على كيف تصاعد كان بين البي والام او بين البي والاولاد او الام والاولاد. يعني كل العائله اليوم في نوع من تفكك هذا الحوار او غياب لهذا الحوار. كيف عم تطرحي الحوار حل بزمن صارت الحوارات في قليله خاصه بالبيوت؟ هو لانه الحوارات كثير قليله، وعم بيوصل غياب الحوار الى مشكلات جديده والى تفكك اسري. يعني بدنا نرجع نفتش عليه، بدنا نلاقي القاسم المشترك. مش عم تقول وسائل التواصل الاجتماعي؟ صحيح. ليه ما بتكون هيدي الوسائل هي موضوع الحوار بين ابناء الاسره؟ كلهم عندهم فيسبوك، كلهم عندهم تويتر، الاب والام والولاد. نحكي اليوم شو شفنا على فيسبوك، شو ونناقش الحسنات، نناقش السلبيات، هيك بيسوى، هيك بيناسبنا، هيدا ما بيناسبنا. ما فينا نغمض وندعي انه كل شيء بخير وما. صحيح. نبحث بالامور الجديده اللي عم بتصير. نعم. وتستجد. دكتوره، في كثير من التربيه وفي كثير من علم النفس بهذا الكتاب، يعني كأننا عم نحكي عن علم النفس التربوي. تحديدا فيك تطرحي لي يعني. اسمح لي اقول لك انه هيدي القصص هي مبنيه على القصه، على السرد. نعم. على التشويق. نعم. على الترغيب. ومن ضمنهم وظفت خبراتي في علم النفس. نعم. يعني انا لا اعظ، ما عم بوعظ الاولاد، ما عم بعد عن السرد، ما عم بعد عن الإثارة والتشويق. يعني بدي يقرأ الولد والأهل يمسك الكتاب وما يتركه حتى النهاية. نعم. فإذن
علم النفس مش على حساب. لا رح روح الأسلوب الأسلوب أكثر أنا وياك رحناش الأسلوب يعني. ولكن كان بيهمني أعرف عن علم النفس التربوي يعني اللي هو كل يوم في تطور بهذا المجال، كل يوم في نظرية جديدة، في بحث جديد. شو هي مصادرك المعتمدة عليها لحتى إذا بدك طرحتي الحلول من خلالها أو قربتي المشكلة؟ شو هي مصادرك؟ شو هي مراجعك؟ هي مش مراجع علمية محددة، وإنما كل فكرة مبنية على التفكير الإيجابي وعلى محاولة قبول الآخر. عظيم. وعلى إنه كل ولد هو فريد بحد ذاته من دون يعني بغض النظر عن شكله عن طوله عن وزنه. نعم. كل ولد فريد وكل واحد عنده موهبة معينة، ومجموع الأولاد بالمدرسة أو بمكان ما معا ننجح. صحيح. هاي هي الفكرة. فإذا نعم. فكرة التفكير الإيجابي دايما، البحث عن حلول إيجابية دايما، إبراز الفرادة عند كل شخص. هيدي هي المفاهيم اللي عم بثها من خلال القصص، والتصالح مع الآخر ومع النفس. نعم، كلها مفاهيم تنضم يمكن تحت إطار التواصل الإيجابي لبناء مجتمع أفضل وبناء شباب غد أفضل، ناس متصالحين مع حالهم وبيعرفوا قيمة النجاح والإنجاز. نعم، خلينا نروح نوريك للشكل. يعني بعد ما غصنا بالمضمون صار وقت الشكل. في ألوان بالإصدار، الإصدار هيك يعني بيشبه الفئة العمرية اللي خصص لها أصلا من الغلاف، وصولا الى صفحاته يعني اللي بيتصفح وبيشوف الالوان بيشوف الصور الموجوده ايضا داخل الكتاب. قديش اليوم مفروض نشتغل على العلم البصري مع اي علم ثاني مفتوح؟ الحقيقه الاخراج كثير مهم بزمن الصوره وبزمن الالوان والفيديو. ما فينا نهمل موضوع الصوره وموضوع الذوق، وننمي ننمي هيدي الحسة عند الأولاد. يعني إذا ما قري الولد بس تطلع على الإخراج رح يستفيد من مكان ما، والصور تماما بتشبههم بتعبر عنهم وبتجذبهم للكتاب. والإخراج أكيد يعني أنا بهمني الولد التلميذ عندما يمسك بالكتاب يشوفه يقول هيدا كتابي بيشبهني بيعبر عني. طبعاً. كتاب لغة عربية مش ناشف. مش ناشف، هذه أهم نقطة. ينتمي للعصر اللي أنا عايش فيه. نعم. كل شيء بيشبهني حتى في الألوان يعني بالخط يعني مغيرة بعض الجمل يمكن النافلة بعض الجمل الدقيقة اللي أعطيتيها لون لون مختلف عن لميز بعض الأفكار المهمة بالأحداث بسير الأحداث. نعم. كتير اهتميت بالألوان بالخط يكون مقروء. نعم. بالحركات ليقدر الولد يقرأ ويكون مرتاح. نعم. وهذا تشكيل النصوص بالعربية تحدي بحد ذاته لأنه تعرف كل كلمة بحسب يعني هذا الكتاب منذ بداية الفكرة لتاريخ. نعم. الصدور أكثر من 3 سنين عمل. نعم. متواصل. نعم. مع جرافيك ديزاينر رسمه. نعم. وكانوا مختصين بالإخراج يعني. نعم. وطبعا بإشرافي لأنه أنا كرؤية يعني كامل مش مسؤول عن هذا أصدارك يعني هذا مثل وكأنه ثمرة من ثمارك وكأنه ولد من أولادك. تماما 100%. دكتور يعني إذا بدي نروح لموضوع التشكيل تحديدا تشكيل النصوص اليوم في يعني كلنا ما حدا مخفي عنه أنه نحن بعيدين عن المسافات عن الفصحى وعن اللغة. ايه. وإلى آخره. ما بدي نروح لتفاصيل هذا الموضوع ولا لهذه الإشكالية، ولكن اليوم قديش التشكيل بيساعد الولد انه يصير على السمع هو عم بيقرا بيتعود انه هذه الجمله هون فتحه هون كسره. ايه. بلا ما يتعب يعني قديش اليوم بيصير عنا عاده التشكيل بالممارسه. تماما. التشكيل اساسي جدا وبنمي مثل ما قلنا عند الولد بصير يعرف على السمع اذا في غلط او صح، وهالشيء مفقود في عدد كبير من الكتب العربيه بس بنلاقيه بكتاب القراءه وتحديدا بدرس القراءه بالنص. وهذا سبب من اسباب المساهمه في اضعاف لغه التلاميذ بالمدارس. حتى الأساتذة عم بيعانوا من هيدا معاناة شديدة. هلأ ليه هالبعد عن التشكيل؟ لأنه هو بحد ذاته مثل ما قلنا تحدي، في كتير استثناءات باللغة العربية، في أشياء كتير بدك ترجع للقواميس للتأكد من صحتها. الخطأ الشائع منتشر وين ما كان لدرجة في بعض الأحيان بتقول الصحيح بتفكر الناس أنه الصح هو الخطأ. تمام. والخطأ هو الصواب. نعم يعني قدمنا اليوم كتاب لغوي إذا بدي أقول يعني. ايه. بعيدا أيضا عن الإطار النفسي وإطار التربوي والتعليمي والترفيهي الموجود بالإصدار، أيضا هذا كتاب لغة يعني كتاب من خلال. صحيح. الولد بتعلم لغته الصحيحة. صحيح. بتعلم كيف يحرك الكلمات وإلى آخره. هون دكتورة إذا بدي فوت إلى القصص 3 قصص. ايه. أيضا ما بدي أفصل
لهم، ولكن عناصر القصة اللي نحن بنعرفها بشكل عام من البداية إلى عناصر التشويق إلى بعض العناصر اللي بتقلب الحدث إلى الشخصيات كلها متوفرة بهذه القصص القصيرة. أكيد أكيد، لأنه أنا أساساً اختصاصي نقد روائي ونقد قصصي، والدكتوراه تبعيتي درس العنف المنتج القصصي اللبناني، 10 روايات وقصص قصيرة. وعشان هيك أنا عم بكتب قصص من دون عنف، من دون عنف، لأن العنف ينتشر في كل مكان حتى في الكتب المفترض أنها موجهة للمراهقين، فعناصر القصة اطمئنوا موجودة في القصة، وبنفس الوقت لا عنف في تفكير إيجابي، لأنه فعلا نحن بحاجة نمشي عكس التيار العنيف ونربي أولادنا على التواصل وعلى قبول الآخر وعلى السلام والسكينة. نعم تماما، يعني اليوم كتاب عم يقدم ايضا قصه للمشوقه، وهون يعني جمال القصه بقراءتها فيها، في هذا التشويق، في هذا السرد الوسط اللي بيخلينا قراب من الحدث، اللي بيخلينا قريبين من هذه القصه اكثر واكثر. اذا بدي روح ايضا تربويا دكتوره، اليوم الكتاب معتمد باكثر من مدرسه، باكثر من مركز تربوي، خبرينا عن هذا الاعتبار، خبريني عن وجوده ضمن السلسله المنهجيه التربويه. هلا هو عمليا هذا الكتاب موجود بمدارس على الليستة على اللائحة ككتاب مطالعة، مش معتمد، بيقولوا له معتمد، يعني الأولاد بيشتروه ككتاب مطالعة بالمدرسة، بس مش داخل بسلسلة بمناهج الدولة، لا هو نازل ببعض المدارس، عدد كبير من المدارس ككتاب مطالعة، وهذا ما أطمح إليه أنه الأولاد يقروا ويوصل هذا الكتاب لكل طالب بلبنان وبالعالم العربي، لأنه هذا الكتاب حاجة وضرورة، وعندنا نقص كتير بالكتب اللي موجهة لهالمرحلة. الأولاد ما عم يقروا لأنه ما عم يتقدم لهم مادي تتناسب معهم ومع اهتماماتهم، مع اولوياتهم، ما بتجاوب عن اسئلة بتراودهم، عن مخاوفهم. هذا الكتاب بحلل لهم كثير من المشاكل اللي بيعانوا منها بالمدارس وبالبيوت. خلينا نقول بنهاية القصة ايضا دكتور في استمارة ومهضوم الاستمارة، حلو يعني استثمار تربوي يعني اليوم اشتقنا لهم لهول القصص، يعني اشتقنا اكمل الجملة، اشتقنا لوصل الجمل ببعضها. قديش اليوم يعني مهم أريد عن الطالب أنه يشغل رأسه بعد ما يكون قري قصة معينة. هو كتير مهم أنه يقرأ بالأول من أجل المتعة. نعم هلأ فيما بعد من أجل المتعة يقرأ، لو قري كل يوم صفحة صفحتين كتير منيح، بتالت تسرب لإله بعض المعلومات اللغوية والتربوية وإلى آخره. وحلو كمان بعد القراءة أنه يصير في نقاش، هذا النقاش مش أساس، مش عقاب، مش لازم نحط عليه علامات. هذا النقاش من أجل صقل الشخصية، إذا في شيء مش فاهم يفهمه، إذا لأنه الولد كتير بيتمثل بشخصيات القصة، إذا في هو نحط بهالموقف كيف لازم يتصرف، هل بيتصرف مثل ما عمله شخصيات القصة أو عنده موقف آخر، إذا في موقف آخر ليه. فإذا هذا الاستثمار التربوي هو بالدرجة الأولى للحوار وللنقاش ولإبداء الرأي، لأنه هذا هو الهدف من كل قراءة هادفة وممتعة. صحيح. في آن يعني ذكرت شيء كتير مهم هو المتعة في القراءة، الاستمتاع، أنه ننبسط، نفرح، نتسلى. طيب اليوم خلنا كمان أنا وياك نناقش بهذا الموضوع، اليوم الولد كيف 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 بيكون عنده متعة بالقراءة، كيف بيستمتع بالقراءة؟ إذا لأقول إنه القراءة هي فرض بالمدرسة، نحن بالمدرسة اليوم بنروح إنه عندكم فرض بالفاكانس، يعني بالعطلة الطويلة خذوا هذا الكتاب أساس اقروه لخصوه وجيبوا لنا. طيب هون اليوم كيف بدنا نوصل الطالب إنه يصير عنده متعة بالقراءة؟ أولا بدنا نقدم له شيء يحبه يقرأه. نعم. تاني شيء ما يكون كتير طويل وما يكون كتير صعب، أصعب من قدراته الذهنية، ما يفهم شو عم يقرأ. مش بالعطل يا جماعة. ومش إنه ممكن تكون قصة بالعطل كل يوم 10 دقايق، مش مشكلة، ما هو عم بيقضي 5 ساعات عم يعمل شيء تاني غير مفيد. هلأ إذا بس هي الفكرة، يعني نروح على البيت يعني معنا كتاب إنه ونصير ما نخفيش هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه 3 قصص، فيهم ياخذوا كل على كل فصل كل 3 أشهر قصة. هيك بيستمتعوا بشكل خفيف. والقصة 20 صفحة صغار، يعني لكن يوم قري صفحة ما راح يصير له شيء، بالعكس راح يلاقي المتعة لأنه عم نقول له شيء بفيده، وبنفس الوقت بيفهمه، مش مضطر يروح يفتش بالقواميس عن معاني الكلمات.
نعم أنا دكتورة طبعا بدي أشكرك، بدي أشكر وجودك معنا اليوم باستديوهاتنا، فعلا قدمت لنا هذا الإصدار، لم نعد صغارا من سلسلة إصداراتك التربوية، بعد الإصدار الأول لم نعد صغارا الجزء الأول، اليوم هذا الجزء الثاني اللي عم تحطيه بين إيدين طلابنا اللي هم نحن بأمس الحاجة بهذه الفترة تحديدا إلى إصدارات بتشبهنا باللغة العربية، إصدارات بتصحح لنا مسار لغتنا وأيضا بتعطينا متعة وسلاسة بالقراءة. شكرا لوجودك معنا باستديوهاتنا مرة جديدة دكتور مها جرجور، رئيسة قسم اللغة العربية وأدبة بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني، أهلا وسهلا فيك. شكرا متابعين، نحن وياكم مشاهدينا بإطار برنامجنا لليوم، طبعا فقرات عديدة بانتظاركم مثل ما تعودتوا دايما، بعد الفاصل الإعلاني بتنضم لنا أخصائية التغذية مايا نحول، خليكم معنا. صباح لبنان، مكمل معكم مشاهدينا بصبحيتكم وصبحيتنا لليوم، طبعا بدي صبح بالخير كل الاشخاص اللي انضموا لنا هلا، مثل ما عودناكم دائما بالاضافه للمقابلات من داخل الاستوديو يلي بنستضيف فيها ضيوفنا ويلي بنكون عم نحكي فيها عن ابرز النشاطات الموجوده، طبعا كاميرا برنامجنا بتطلع ايضا لخارج الاستوديو لتتابع النشاطات يلي موجوده على الساحه اللبنانيه، ومن هالنشاطات مانز وورد وهو معرض مخصص للرجال ولا حاجاتهم من سيارات ودراجات واليات رياضية، وهالشي أو هالمعرض صار بالمارينا جوزيف خوري دبي، وافتتح المعرض معالي وزير السياحة ميشيل فرعون طبعا بحضور عدد كتير كبير من الشخصيات. سامرة برنامجنا كانت موجودة وقعدة التقرير، رح نتابعه سوا. ما شايف اليوم كل شيء بالعالم الرجال موجود هون، حبيت انا اكمل هالفكره للاخر ونكون معهم بهالمعرض الحلو. بهالمعرض حاليا عم نعمل كل شيء خياطه وبيسبوك، يعني كل شيء ممكن الرجال يتميز فيه او حتى يطلبه مثل ما هو بده، على نحن كمصممين وين ما كنا بالعالم بنعمل شيء بيشبهنا لنا نحن، وهذا الشيء كل مصمم بيشوفه بطريقه ما. بس انا بما انه انا لبناني وعربي ضل في الالوان اذا بدك او طريقه القصه تكون هيك كثير على القد على قد الكتف وقريبه على الجسم، هذا بيساعد للرجال يبين جسمه اكثر ويكون رجال اكثر مثل ما بنقول. حاليا نحن عم نقدم the latest technology بعالم السبور على كل شيء ماشينات خاصة بالجيم اللي هو اللاين اللي اسمه الارتس لاين، اضافة لأكثر من لاين اللي هن شيء هوم يوز وشيء للكوميرشال لاين اللي هي للنوادي. صار في سيستم الاندرويد على السكرين اللي من خلالها بيقدر الكلاينت يعمل داونلود لابليكيشن اي نوع من الابليكيشن سواء شيء خاص بالفتنس او كجيمز، اضافه لانه بيقدر يشتغل على الفيرتشوال تريننج، اضافه لانه بيقدر يعمل كونكشن لكل التليفونات كل سمارت فون سواء من خلال ان اف سي كونكشن او البلاك كونكشن او من خلال البلوتوث كونكشن، بيقدر يحضر تي في راديو، بيقدر يعمل سكايب كول، وهذا الشيء الجديد في بلت ان كاميرا على التريدميل، بيقدر يتصل بترينر تاوله اذا ما كان حده، بيقدر يتصل بحدا من اصحابه وهو عم يعمل سبور، اضافه لسيستم الاي بي تي في اللي هي بيقدر يحضر تي في من خلال الانترنت اللي هي هذا النكست جينيريشن من ناحيه الصوره النائيه، وبيقدر يوصل لتي في صوره سوبر ممتازه. هلا هو ستاند لهايلي ديفيدسون، عملوا عمل خيري اللي هو انه اتصلوا فينا وطلبوا منا نحن نستلم ستانت، يعطونا نحن فرصة ما كتير بتطلع عليها عادة. قضيتنا هي انه نحمي الولاد من ما كانوا من العنف، نحن بنعترف بأربع انواع عنف، العنف الجنسي، المعنوي، الجسدي والإهمال، وهدفنا نكون أكتر شيء أكسسيب للولاد ولكل العيال اللي عايزين. احنا شركة منبيع معادات طبية لسانتريت، من جهة سانتريت يعني عند الحكمة وعند سانتريت استاتيك. اليوم عم نعرض المكانات الموجودة عنا يلي بتخدم اكتر للرجال، نحنا منغطي رجال ونساء، في كذا مكانة موجودة عنا. المكانات اللي معروضة هون اكتر شيء هي مكانات كرمال بتشتغل على السلولي، بتشتغل على البادي كونتورينج، في عنا مكانات تشتغل على الدهون، في عنا المكنة الموجودة تشتغل على التعرق، وعنا مكانات للفيزيوثيرابي كرمال وجع الظهر.
know what we talking about. Turn it up and burn down the house. Turn it up and don't turn it down. للمارينا دبي بنرجع على استديوهاتنا طبعا، ومثل ما عودناكم دائما ببرنامجنا التواصل معكم امر كثير مهم، وطبعا نعرف ارائكم. اليوم هاشتاج جديد رح نطلقه، هاشتاج 1 year صباح لبنان، وهو طبعا للاحتفال بمرور سنه على الانطلاقه الجديده لبرنامج صباح لبنان. ناطرين كل ارائكم، ناطرين نتفاعل نحن وياكم سوا، شو حابين تقولوا لنا وشو حابين طبعا انكم تشوفوا بالبرنامج اللي هو بطبيعه الحال حال برنامجكم. فإذا ما تنسوا هاشتاج 1 year صباح لبنان. رح نضل متابعين سوا مشاهدينا، ورح ننتقل للريبورت الثالث لليوم، وهو احتفال جامعة الروح القدس الكاثوليك بعيدها السنوي بحضور رئيس الجامعة وعمداء وكليات وحشد طبعا من خريجي وطلاب الجامعة. كل التفاصيل بناخدها من هالريبورت. الروح القدس هو معلم حياة أكثر من كونه معلم عقيدة، والمعرفة هي جزء من الحياة. وإذا كانت تجد في الجامعة مكانها المميز، وإذا كان الروح معلمها، فحري بنا في جامعة الروح في عيد الروح أن نسوق فكرنا إلى الحياة. رح نرجع نتابع الريبورت، ولكن قبل مشاهدينا رح نتوقف لنقل مباشر مع كلمة الرئيس سلام بالدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين يلي عم بصير بفندق فينيسيا ببيروت. بعض منا بيسليكم والبعض منا بتستفيدوا من خلاله. الفقرة التالية هي سوشيال إيفنت، خليكم معنا. طبعا مشاهدينا بالسوشيال ايفنت اليوم ضيف عزيز جدا على البرنامج، دكتور ادونيس عكرة مدير المركز الدولي لعلوم الانسان بجبال. طبعا نحن وياكم رح نتابع معه اكثر من موضوع، لاسيما بشكل خاص المؤتمر الدولي اللي رح يقعدوه قريبا ب 5 و6 حزيران. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني بتعرف هلا المشوار على الجبال عزيز جدا بهذه الفتره، خاصه مع كل خلينا نقول هيك الهرطقه، خلينا الالوان اللي عم تاخذها جبال والضجه اللي عم تاخذها هذه المدينه. ايه طبعا هالوضع يلي هالصوره اللي اخذتها جبيل بهالفتره طبعا بترجع لتاريخها العريق، وبترجع لكل ما تحقق بجبيل من القديم لغايه اليوم. صحيح. ونحن بالمركز الدولي لعلوم الانسان عم نساهم باغناء جبيل وتاريخها الحديث. صحيح. بالإضافة لمؤسسات أخرى عم تشتغل بهالإطلاع. نعم. يعني ناشطين تربوياً وثقافياً واجتماعياً بشكل مستمر ودايم كمركز، وعندكم أنشطة متعددة. خلينا نقول أنه نشاطكم التالي، نشاطكم القريب جداً اللي حيكون بخمسة وستة حزيران اللي بتنظموه بالتعاون مع مخبر الشباب والمشكلات الاجتماعية بالجزائر. هذا نشاط اللي حيكون مؤتمر دولي بيحمل العنوان أو بالأحرى تحت موضوع المدرسة بمجتمعات ما بعد الصراع واقع وتحديات. يعني ليش شرحتوا لهذا الموضوع تحديدا اليوم؟ ليش عم نحكي عن المدرسة بالمجتمعات ما بعد الصراع أيضا؟ المركز الدولي لعلوم الإنسان بيشتغل لتحقيق أهداف اليونسكو، وهلأ مطلوب من هالمركز، لأن هذا المركز مؤسسة دولية. نعم. منه مختص بلبنان أو بمدينة جبيل، هلأ اختيرت مدينة جبيل حتى تكون مقر له، ولكنه يعمل لكل دول العالم. ومطلوب من اليونسكو، اليونسكو طلب من هالمركز أن يعنى بشؤون العالم العربي لمدة 6 سنوات. العالم العربي اليوم بمرحلة انتقال نحو الديمقراطية بنسب متفاوتة. نعم. ولكن هذا الهدف الاستراتيجي لدى كل الدول العربية بدعم من اليونسكو بنوع خاص، ونحن أداة من أدوات اليونسكو ومن أدوات الأمم المتحدة لتغذية هذا الاتجاه. نعم. طالما أن بمرحلة العالم العربي بمرحلة انتقال نحو الديمقراطية، هذا بيعني أن العالم العربي كان بمرحلة فيها
تخلف عن الديمقراطية، فيها صراعات داخلية، فيها حروب أهلية ولا تزال مستمرة لغاية اليوم. هالمركز أخذ هالموضوع لأنه المجتمعات ما بعد الصراع، بمرحلة ما بعد الصراع، بدأت تستعد إلى الدخول في الديمقراطية بأي أدوات. المدرسة إذا بنرجع للتاريخ من الثورة الفرنسية لغاية اليوم، بنشوف إنه ما في دولة، ما في مجتمع تقدم وحسن حاله إلا عن طريق المدرسة. المدرسة هي أداة أساسية بهذه بعملية الانتقال. ففتنا بهالموضوع هيدا لأنه المركز الدولي لعلوم الإنسان يعنى بشؤون علوم الإنسان، منها التربوية. إذن تعاوننا مع الجزائر، نحن بطبيعة عملنا أن نتعاون وأن نقيم اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات المشابهة لها. هذا من صلب العالم، من صلب عملكم يعني بالمركز بطبيعة الأحوال. هذا من صلب من صلب عملنا. وأقمنا اتفاقية مع هذا المخبر، مخبر الشباب والمشكلات الاجتماعية، لحتى نبدأ العمل المشترك بهذا الموضوع، بهذا بهذا المؤتمر. و المدرسة بكونها أداة انتقال أو تعنى وتعمل من أجل نقل المجتمع من حالة ما قبل الديمقراطية إلى حالة الديمقراطية، هذا اللي بيخلينا نهتم بمسألة المدرسة ونفحص هذه الآلية كيف تعمل، ماذا عليها أن تعمل، شو الخطة، شو الأفكار اللي بدها تنقلها، وشو آلياتها داخل مجتمعاتها. نعم، المؤتمر الدكتور بيتمركز حول ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول هو فهم التحديات الاجتماعية والثقافية السياسية والاقتصادية والقانونية اللي بتواجه المدرسة بمجتمعات فيما بعد الصراع. الهدف الثاني هو تعرف على أهم المشكلات اللي بتعاني منها المدرسة. طبعا الهدف الثالث هو الأفاق الجديدة الممكنة لتطوير هيدي المدرسة. طبعا يعني كل هدف هو بحاجة، إذا بنقول لحلقة بحد ذاته، كل هدف رح تناقشوه بأكثر من جلسة، ولكن بشكل عام دكتور ومن خلال اطلاعك اليوم، شو هي أبرز المشكلات اللي بتعاني منها المدرسة بشكل عام بالوطن العربي؟ شو هي مشاكلنا بالمدارس؟ ما بدي فوت بالمشاكل البنيوية المتعلقة بالوزارات. نعم، ما بدي أعمل مشكل. خلنا نحكي مشاكل إذا بدك تربوية، تربوية. إذا صح التعبير. العالم العربي في مرحلة انتقال نحو الديمقراطية. نعم، هيدا ما بيكفي يكون بالخطابات السياسية، ولا بيكفي انه يكون بالقوانين، مع انه بالنسبة القوانين ضرورية. على مؤسسات المجتمع المدني ان تعي هذه التحديات وتعمل من اجلها، وعلى المؤسسات الرسمية على رأسها المدرسة ان تعي ويعي المسؤولون عن المدارس هذه التحديات، ويضعوا البرامج المناسبة لنقل مجتمعاتهم ودولهم من حالة إلى حالة أخرى، مما قبل الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية. نعم. والمدرسة هي الآلة الأساسية، لأنه بتبلش مع المواطن الصغير حتى دخله على المجتمع ويمارس مواطنيته. ولكن هون نحن أدركنا المشكلة الأساسية عندنا بمدارسنا. خلينا ناخد لبنان. نعم. وهالتجربة هاي هيدا بالمؤتمر في عرض تجارب مختلفة للمغرب، للجزائر، لمصر، للبنان، للأردن. نعم. لعديد من الدول العربية. بالنسبة للبنان عندنا كتاب التربية والتنشئة. صحيح، التربية. أولادنا بيدخلوا على المدرسة بيدرسوا بهالكتاب، وبينزلوا على الطريق بيشوفوا بيحصل عندهم انفصام بالشخصية، ما يدرسونه مختلف. نعم. كليا عما يمارسونه وعما يشاهدون المواطنين الآخرين كيف يمارسون. نعم. ويشاهدون كيف السياسيون عندنا يمارسون عكس ما يدرسونه في الكتب. صحيح. هذه أزمة ضميرية، أزمة هذه
مرض سرطاني. نعم طيب دكتور، حتى الكتاب يعني كتاب التربيه والتنشئه المدنيه الموجوده بمدرستنا هو كافي بحد ذاته؟ يعني اليوم هذا الكتاب كافي لحتى يعد مواطن صالح للمستقبل؟ هل كافي انه حصه بعتقد يعني من المواد اللي علامتها 20 يعني نسبتها المئويه 20، هل كافي انه بساعه واحده بالاسبوع نعلم التلميذ التربيه الوطنيه، ام نحن بحاجه لسلوك لنمط، نحن بحاجه لكل المواد تدخل فيها التربيه الوطنيه؟ لا عدد الحصص الأسبوعية كافية، ولا التلميذ إذا أخذ 20/20 بهالكتاب رح يصير مواطن. بدأ خطة تضعها الدولة، خطة للدولة، خطة بناء دولة من خلال التربية والتعليم، وهي التربية على المواطنية. التربية على المواطنية منا بالكتاب، منا بكتاب التربية، هي في منهج وسياسة وزارات التربية في العالم العربي، لدرجة انه التلميذ وقت اللي بيكون عم بيتعلم بيدرس الماتيماتيك او الفيزياء او الكيمياء بده يكون بباله كيف يمكنني انا المتعلم ان اضع هذه المعارف في خدمة وطني. هذه فلسفة التربية على المواطنية. التعليم فقط بالكتب ما بيكفي، في أنشطة بسموها لا صفية أو لا مدرسية، إكسترا سكولير أو باراسكولير. بتفتقدها اليوم، بتفتقدها اليوم مدرستنا الرسمية اللبنانية، بتفتقدها. بتفتقدها هذه الأنشطة. صحيح. البعض عم بيعتني فيها بشكل ولكن غير كافي. في مؤسسات المجتمع المدني ضروري تشارك. التلميذ بمدرسته كيف بده يمارس مواطنيته؟ عملنا اتفاقية مع وزارة التربية. نحن المركز الدولي لعلوم الإنسان، عملنا اتفاقية مع وزارة التربية اللي هي على أن ننشئ أندية مواطنية في المدارس. حلو كتير. هيدي مكلفة، عم نطلع هلأ على مصدر تمويل ورح نعمله هيدا إن شاء الله. دكتور إذا بدي أرجع للعنوان مدرسة بمجتمعات ما بعد الصراع، إذا بدي صغر الدائرة، دائرة النظر طبعنا، وأرجع لمجتمع كان في صراعات من فترة قصيرة بلبنان، وأرجع على باب التباني وجبل محسن، هذا مكان الصراع إذا بدك الأكثر يمكن هيك منظور بالفترة الأخيرة. اليوم المدرسة بهيدي المنطقة كيف فينا نعالجها؟ شو وضعها؟ تلميذ شو عم بيعمل بهذه المدرسة؟ كيف عم بيعيش مواطنيته بهذه المدرسة تحديدا وبهذه المنطقة تحديدا؟ ما عم بيعيش مواطنيته، عم بيعيش طائفيته، عم بيعيش انتمائه للعشيرة، عم بيعيش انتمائه للعائلة وللتعصب الديني. في مشكل كبير بلبنان ما بينحل بفترة قصيرة. أولا بدأ الدولة تأخذ قرار أن تصنع مواطنين في دولتها من خلال المدرسة ومؤسسات أخرى وميادين أخرى. ما فيها المدرسة لوحدها تشتغل إذا البيئة غير مؤاتية وغير منسجمة معها. مسألة الأمن مسألة ضرورية، عندما يتوافر الأمن والدولة بتاخد على عاتقها وضع سياسة إعادة بناء الدولة، ساعتها المدرسة قادرة تلعب الدور اللي لازم تلعبه والكوادر تبعها جاهزة. صحيح. والناس مستعدين لتقبل هذا النوع من الانتقال من مرحلة صراع، من مرحلة صراعية إلى مرحلة ما بعد الصراع. ولكن احنا بحاجة لخطة دايما، عم ترجع تقول هذه الخطة الأساسية، التفكير، الرؤية وتنوضع قيد التنفيذ. نعم دكتور، بدراسة أخيرة بيقولوا مؤشرات التنمية والنمو بأي مجتمع تقاس من خلال المدرسة الرسمية تحديدا، من خلال إلى الدولة أهمية للمدرسة الرسمية، قديش المدرسة الرسمية متطورة ببلد ما بالتالي هذا البلد بياخد درجة متقدمة بمؤشر التربية. وين نحن من هذا المؤشر؟ وين نحن تحديدا من هذا التفصيل بهذا المؤشر؟ كلنا عندنا النوايا هذيك بالكتاب المقدس، حسب نواياكم تحاسبوا. حسب نوايا. على الارض شو عم نعمل لحد هلا؟ بعدنا بالنوايا، بعدنا بالنوايا على الارض. العمل بطيء، وكل هالوزراء التربيه اللي توالوا على وزارتنا بلبنان عنده كان هالهاجس هيدا، وكل واحد قدم الجزء اللي قادر يقدمه، ولكن وزارة التربية لوحدها ما بتكفي، ما بتقدر على مجلس الوزراء.
صحيح. مجتمع على الدولة بكل كيان، على الدولة بكل أجهزتها، وكانت أن تأخذ القرار أن تعمل مواطنين، أن تضع المنهج والخطة المستقبلية لبناء دولة عصرية. ساعتها كل الأجهزة والآليات اللي موجودة في الدولة عليها أن تكون صحيح. في خدمة هذه الخطة. نعم دكتور، قبل ما يدهمني الوقت، هذا المؤتمر رح يكون مثل ما ذكرنا بخمسة وستة حزيران، وموضوعه طبعا يعالج على مراحل وضمن أكثر من فقرة. من نشاطاتكم أيضا بالمركز الدولي لعلوم الإنسان بجبال إصدارات متعددة، منها إصدار بيحمل عنوان 100 عام على الحرب الكبرى، السلام متى ربيعه؟ حبنا عن هذا الإصدار. وقت اللي فتنا بسنة 2014 شفنا أنه هيدا صار فيه 100 سنة مرقت على الحرب الأولى. نعم. إنه ضروري نعمل عمل ينوجد بين إيدين الناس لحتى يتذكروا، ما ينسوا هك الحدث الضخم، ولكن يتعظوا للمستقبل. أهداف اليونسكو تسعى إلى السلام بين الشعوب، السلام بين الدول. فبهالذهنية هاي وضعنا هالكتاب، هو بجزئين. الجزء الأول السلام متى ربيعه، الجزء الثاني توجه لشعوب الأرض، السلام يا أهل الأرض. نعم. وهيدا بيرجع بيستعيد مراحل من الحرب الأولى، وخصوصا عم بركز على المناطق، على المنطقة العربية ولبنان. نعم. نستعيد بالصور والنصوص وكل ما صدر بهيك الفترة من بالجرايد وبالمجلات، نرجع نستعيد من المحطات الأساسية، نرجع على أرشيف الحرب الأولى طبعا. ووضعنا وفي حوالي 30-35 باحث اشتركوا بوضع هذا الكتاب. ونحن بلبنان بهمنا كتير بتهمنا هالذكرى، لأنه صحيح. بلبنان شهداء لبنان ما عرفناهم إلا سنة 14 1915 بالضبط مع جمال باشا. صحيح. كل الطوائف استشهدوا من أجل لبنان قبل ال 14. كانوا شهداء طوائف، للمواطن وللسنة وللأرثوذكس وللشيعة. المرة الوحيدة كان في شهيد وطن هو يمكن شهداء لبنان عرفناهم خلال حرب ال 14. قبل حرب ال 14 ما كان في عندنا شهداء للبنان، شهداء لجماعاتهم، لمجموعاتهم، لبيئاتهم. يعني على أمل نرجع لمحل يكون في عنا وطنية بلا شهداء. دكتور لحنهي، أنا وياك بتقولوا السلام متى ربيعه، بركي يمكن هلأ كمان من الطبيعي أن نسأل الربيع متى سلامه. شكرا لك طبعا دكتور أدونيس عكرة، مدير المركز الدولي لعلوم الإنسان بجبال، شرفتنا بتلفزيون لبنان، وأهلا وسهلا فيك عن جديد. شكرا لك. مشاهدينا، بعد الفصل الإعلامي الفنان روني الحاج بينضم لزميلتي رنا، خلي يكون معنا. مشاهدينا رح نضل نحن وياكم متابعين، ورح نستقبل الفنان روني الحاج. صباح الخير روني. صباحك وصباح لبنان وصباح بروجرامكم الحلو، صباح تلفزيون لبنان. اهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج اليوم. لقائنا لنحكي اكثر عن موهبتك، لنحكي اكثر عن مشوارك الفني، وطبعا الجديد يلي محضره على الساحه الفنيه. روني الحاج، انطلقت مع اغنيه معلمتي يلي هي كلمات والحان انور اسكندر، يلي كانت بدايه النجاح لتحقق الحلم يلي كان عندك اياه من انت وصغير. شو بيعني لك الغناء، وقديك انت عن جد بين امال على هالحلم؟ حلم كبير مثل اي فنان بيتمنى. وبلشنا بغنيت معلمتي، كان دجا قبل يعني غنيت اغاني كتير للعمال الكبار، وتأسسنا على هيدا الفن العظيم. بس بك تدور على هوية خاصة. الهوية الخاصة اللي نحن عم نشتغلها هي انه نقدر نفرج للناس انه عنا خط مثل اي حدا لنثبت وجودنا. نعم. بلشنا بغنية معلمتي وحققت نجاحات كبيرة الحمد لله، انه لقينا صدى حلو لها، وان شاء الله لقدام بعد. نعم ان شاء الله. اكثر واكثر ان شاء الله. من بعد معلمتي بحبها وبدوب بجمالها،
ووصلت لتصدر ألبوم غنائي خاص فيك كان الأول بضم 6 أغنيات صح. ولليوم برصيدك فيه بالإضافة إلى هيدا الألبوم في 6 سينجلز كمان موجودين صحيح. لقيت أفضل أنك تمشي باستراتيجية السينجلز أفضل من الألبوم؟ بحس هيك الأكثر يسار وعم يشتغلوا على هذا الموضوع أنه تحس أنه يمكن الغنية أكثر بتوصل للعالم تما يكون في مثلا 4-5 أعمال وما نخليهم يختاروا يعني لا الغنية واحدة بنقوا يعني تكون الغنية على حساب أغنية تانية كل أغنية بتاخد تاخذ حقها وقتها وحقها واكثر بيكون لقلل يعني شغل الميديا تبعها بيكون اكثر بتتفضي لها تما تقول انه قصرت بحق هالغنية لا بهيديك الثالثة لا بالرابعة نعم فاذا واحدة بحس انه لا لازم نعطيها حقها اكثر ونوصلها بطريقة مضبوطة صحيحة خاصة انه الدنا اذواق يعني أكيد. كل حدا معقول يفضل اغنية على اغنية صح صح البداية مثل ما قلنا او حلم الغناء كان مرحلة صغير من هالمطرح اللي نحن قاعدين فيه الحلو بصبحك بصبح كل اللي عم بيحضروا روني الحاج هلا بقول لهم بونجوركم يسعد لي صباحكم انا بلشت اول طله تلفزيونيه طلعت فيها على تلفزيون لبنان قد كان عمرك كان عمري 11 سنه ببرنامج فيدوف للفنان سامي كلارك واخذنا ميداليه الحمد لله بوقتها وكان الحلم لازم يكبر اكثر واكثر يعني يمكن طولنا شوي مثل ما انت بتعرف ظروف الفنانين تنشتغل بطريقه صح ونوصل فيها مزبوط يعني اذا كنا بدنا نشتغلها بطريقه مش منيحه ما بدنا نطول بعمر 11 سنه شو كنت شايف من الفن؟ يعني شو كان بيعني لك الغنى بهذا العمر؟ كنت سكر الباب بالاوضه حتى عليهم كثير اذا اجون وكان هيدا حلمي يعني شو ما راح اعمل وشو ما اشتغلت اوكي كان بدي اوصل لهيدا الحلم اللي انا فيه اليوم لنحبة الناس نعم. يعني أهم حلم كان عندي أنه قبل ما غني غنية وقبل ما أعمل الأعمال اللي أنا هلأ عملتها وفي هلأ نوصل لمحل بخبرك في أعمال نعم. جديدة إن شاء الله عم تحضر كان الحلم أنه صعب محبة الناس هي كل شيء طبعا والحمد لله أنه نحن غنيت يعني هلأ لي 7 سنين كنت بمطرح من أرقى مطاعم كسروان بقيت 7 سنين بنفس اللوكيشن اوكي لقينا نجاح كبير ولقيت الفانز صار كبير كتير وانا بقول لهم يمكن هلا لانه رح غيب شوي انا رح اشتاق لكم كتير لانه عندي تحضيرات لعمل ضخم رح تسمعوه ومن لكم كمان من تلفزيون لبنان رح يكون عم بيدج ان شاء الله محطات لبنانيه تانية بوجه لهم تحيه بقى كرمال هيك شوي هيك عنا تحضيرات رح نغيب شوي عن ال بس بوعدكم انه اي شيء رح تعرفوا عن روني الحاج نحن عنا السوشيال ميديا الكامله يعني نعم ان كان على الفيسبوك على البيج على التويتر نعم كله نحن جاهزين بالاضافه للموهبه روني اللي عندك اشتغلت اكثر على حالك دخلت على الكونسرفاتوار واصبحت انزل ماشي نزلت ماشي برافو هذا اللي بده شيء بده يطلع نزلت ماشي تمشيت من البيت من مرتاح للحزمية من حتى تلفزيون لبنان القديمة نعم كنت انزل انه يمكن كان لازم عرفت انه خلص في حلم بدي اياه شو ما كان هالقد كان عيدك تشتغل عليه الله يرحمه الري كمان كان حلمه يشوفك كان حلمه ايه هلا كان ما لحق يعني جربنا عدنا فينا الكرمال الكليب كمان يحضره نعم عملنا جميع الطرق بقى هو كليب الله يرحمه وانا بهدي هذا العمل كون نفسه مرتاحة ويرحم جميع اللي ماتوا رح نشوف مشاهد من هالكليب يلي هديته لروح بيك الراحل ونرجع منكفي لقائنا معك روني هالكليب نعم وحدك يا ضيع لحق قد ما فيي انا بقدر بالصلاة اني نعم تلحق يشوف الوالد انه وبقول له انه الحلم رح اقول له اياه اللي كنت بعده فيه ان شاء الله ولا امي اكيد ام توفيق انا بوجه لك تحيه ولكل اللي عم يحضرونا يعني ان شاء الله انه بنكون قد المسؤوليه وبعطيكم كل اللي لازم اقدم لكم اياه بطريقه او بصوره حلوه بحبكم كثير نعم خلينا نقول انه هالاغنيه هي من كلمات رياض العالي والحان وتوزيع طلال الدعور والفيديو كليب من اخراج جورج بعضو طبعا ليكون العمل متكامل بده يكون في فريق وراء روني على اي اساس تختار الاغنيات وشو البصمه اللي حابب تتركها بعالم الفن
عملنا اللي سمعتيه وحكينا عن معلمتي فائزان. نعم. وفي عنا خلصنا يا قلبي ارحمني اللي هي كلمات الشاعر محمد ديراني، بوجه له تحية. نعم. كانوا حلوين وحبون الناس، ولقيت انه لهم صدى، يعني لهم مطرح هلا مثل ما عم نشوف، يعني نعم. مثل ما الناس عم تطلب، بس نحن بنطمح شو الحلم. انا بقول لك انه يكون في اغاني تثبت، يعني ما تموت الغنية، تستمر. نعم. اليوم الشخص عم بيفتش انه يكون في نجم لفترة معينة. يعني نجومية عم تكون 3-4 اشهر وبيغيب. نعم. اوكي، بتبقى الغنية مين ما غناها بتتغنى طبعا، لان احنا عم نفتش انه 8 يدوموا. نعم، يعني ما تكون الاغنية هيت لفترة وترجع تقشر، لا بدنا الغنية دل مستمرة لعطول مستمرة والناس نعم. تحبها. حابين نسمع شيء من بصوتك لايف، اذا في شيء موالك على ذوقك. خلصنا يا قلبي ارحمني، انساها وحاجة تظلمني. خلصنا يا قلبي ارحمني، انساها وحاجة تظلمني. انساها وخفف نهداتك، شغلت البال بدقاتك، ما رح تسكن جواتك. جاي الحب تعلمني يا قلبي الدنيا دولاب، لا تبكي عيالي غاب. يا قلبي الدنيا دولاب، لا تبكي عيالي غاب. عالماضي سكر البواب، حاجي نومي حارمني. الله، شكرا لك روني. طبعا يعني في عمل بده يستمر وفي متابعه دائمه على الارض بتكون، بس يكون الشخص عنده الموهبه من هو صغير، يعني عنده دينه موسيقيه، كان يسمع كان يشوف يتاثر باصوات كثيره. روني الحاج بمين مأثر؟ سبق وقبل قلنا، بس نرجع نقول للمشاهدين هلا انه كانت فكرة انه مين بتأثر. انا قلت لهم انه انا عندي خط بشبه روني الحاج فيه. نعم. انا كانت فكرتي انه مزبوط بشبه خط روني الحاج تما يكون مثل حدا، بس مين بتأثر رح وضحها. بس مين تسمع اكيد بالعملاق والراحل وديع الصافي. نعم. الله يرحمها كمان الست صباح، الست فيروز الله يطول بعمرها، اكيد بتأثر فيهم بالعمالقة، يعني بدنا كتير نصلون، بتأثر فيهم وبسمع لهم وربينا على فنهم. نعم. بالجيل الجديد في حدا بتحب تسمع له؟ بسمع للكل وبحب الكل. بدبلوماسية، لأنه تمام نقول لنا حدا، تمام نسمع حدا ونقول إنه عم نزيح حدا، كلهم بعقده وبجننه. بس كل حدا يعني عنده يمكن صوت مفضل أو أغنية مفضلة بالنسبة له بحب يسمع. أصواتهم حلوة. ما تقول كلهم أصواتهم حلوة. كلهم أصواتهم حلوة. روني عم تحضر عمل جديد؟ لما يلحقونا الصحافة بتعرف. ليكي ها هلا بوجنا هون. عم تحضر لعمل جديد؟ هلا في تحضير لعمل كبير وضخم. نعم. ان شاء الله قلت لك كانت انه ذاكرين في الاسماء الكبار اللي هلا قلناه هون. شو رح يكون؟ اعادة اغنيات لألوم ولا؟ مش تجديد، لا. نعم. العمل هو لألي كلمات والحان الشاعر انور اسكندر. نعم. توزيع الاستاذ اليسابا. وجه لهم تحيه، يعطيهم العافيه لانه عمل عم نتعب عليه كثير. طبعا. وبنتمنى انه كمان تكونوا عم تغطوا لنا هالحدث، لانه ذاكرين فيه العمال اللي انا سميت لك اياهم مع حفظ الالقاب، ان كان وديع الصافي او فيروز او صباح. هول ثلاث اسماء هن بقلب هيدا العمل الضخم. نعم. لازم نثبته لهيدا العمل ونقول لكل الناس، ان كان بلبنان وان كان بالدول العربيه وان كان باي بلد بالعالم، اسمعوا الفن الحلو الراقي لحتى نكون كلنا ايد وحده متكاتفين انه الغنيه ما تموت. نعم. تعيش الغنيه والفنان نفس الوقت، نضلنا نذكره وربينا على فن. اليوم الاولاد بيروحوا على المدرسه عم بيتعلموا على متاسسوا على فن، بيقولوا وديعيات فيروزيات، مزبوط. بقى هذا الفن المزبوط اللي راح يضل عايش ونحن معه.
أكيد، وهذا اللي الفن اللي بدنا إياه رح نحارب ليضلوا موجود. اليوم طبعا بيظل التحضيرات كلها يلي عم بتصير، نعرف إنه في مشاكل بالإنتاج بتكون موجودة، أدي هيدا المشاكل بتأثر عادة على الفنان؟ يعني تقلك إنه ما بيصير في عروضات، بلا بيصير في عروضات، بس الفكرة إنه أفضل أفضل إنه الفنان هو يكون عم بينتج، يعني بيعرف حاله، بيستقل أكتر، بيستقل أكتر إيه، بيحافظ على الصورة اللي هو بده إياها، صحيح، وبيختار الخط اللي هو بده إياه، ما بيكون نعم. في حدا عم بيفرض عليه. نعم، بس الفنان يعني لازم يكون مركز بموضوع الفن يلي عم بيقدمه، مش بموضوع الشغل، يعني بيكملوا بعضهم إذا بدك، بس الأفضل إنه يكون تركيزه بتركيز الفن، هو لازم يكون عم بيركز على الفن، صح، بس الأكترية اليوم بموضوع الإنتاج، يعني اليوم الأكترية مش صاروا هيك، يعني صاروا إنتاجهم صحيح. أوكي، إن كان شركات الإنتاج الكبيرة أنت بتعرف إنه بلبنان عندنا صارت ضعيفة، ما في، ما يعني أنت ما نسمي حدا، بس ما في، صار كل فنان هو عم ينتج، يعني هو اللي عم بيودع عمله، عم بيركض وراه، عم بيسهر عليه ليالي، مثل ما هلا أنا جاي لعندكم وصاري إنه يمكن شوي الصوت تعبان لأنه معودين تعرف فنانين لازم يناموا 11-12 ساعة. نعم. بس كرمالكم كرمال هالتلفزيون اللي لازم كلنا كمان نحارب ليضلوا موجود ويضل واقف على أجريه مثل ما لازم. والله يقويكم. مرسي لك روني حبيب، نختم معك بأغنية كمان من اختيارك. يلا أكيد. رح نوقف كرمال هيدا الحدث اللي عم قلك عم نحضره الضخم جدا. نعم. وتكريما لقلون سمعنا مقطع، نسمع مقطع. تعو نرجع لوديع الصافي، لصباح ولصوت الدافي، فيروز الكلها لطافي، لصوت الحسون، سووا القهوة حلوا القعدة، خلوا المغنى يحن، خلوا هالسهرات الحلوة، علوا اسم الفن، علوا اسم الفن. شكرا لك روني، اكيد رح نكون بانتظار هيدا. شكرا لك وشكرا للاستضافه الحلوه، ثانك يو لكم. بدي اشكرك على وجودك، تفضل. الله يقويكم ومنتمنى لك كل التوفيق بكل التحضيرات يلي عم بتقوم فيها، وكل التوفيق لك، اهلا وسهلا. شكرا لك، الله يعطيك العافيه والله يوفقكم وتضلكم على طول بهيدا النشاط وبهيدا الهمه، ثانك يو. شكرا شكرا, شكرا لكل اللي سمعونا. مشاهدينا بريك قصير، من بعده رح نروح نحن وياكم لفقرة نوتريشن مع مايا نحول، فخليكم معنا. صبحيتنا مستمرة معكم مشاهدينا، وقبل ما نكفي بقية لقاءاتنا من داخل الاستوديو رح نرجع نشوف الريبورت الاحتفال اللي صار بجامعة الروح القدس بالكاثليك بعيد السنوي بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات وطبعا حشد من الخريجين ومن طلاب الجامعة. كاميرا برنامجنا كانت موجودة وعدة تقرير منشوفه سوا. إن الروح القدس هو معلم حياة أكثر من كونه معلم عقيدة، والمعرفة هي جزء من الحياة، وإذا كانت تجد في الجامعة مكانها المميز، وإذا كان الروح معلمها، فحري بنا في جامعة الروح في عيد الروح أن نسوق فكرنا إلى الحياة، نتأمل فيها فنزيد حياتنا حياة. أهنئ الجامعة ورئيسها الذي يعني يسعى بكل ما أوتي من قوة لاستنهاض هذه الجامعة ولكي يعلق جميع الطلاب لكي يتفوقوا المراكز التي هي يعني على مستوى تطلعات في هذا البلد. حقيقة جامعة روح القدس تجاوزت كونها مجرد
جامعة يعني تقدم العلوم الجامعية والشهادات الجامعية إلى دور ورسالة دورة في المجتمع اللبناني والعربي بصورة عامة، لأنه في كمان تلاميذ عرب بتعلموا فيها، ورسالتها إلى العالم تؤكد دور وتؤكد على أهمية لبنان ولدور التربوي والأكاديمي بهالظرف، خصوصا هالدور هالأهمية بتضاعف لما منشوف شو عم بيصير حولنا بالمنطقة، لما منشوف شو عم بيصير بالحضارة والثقافة وبالمعالم الثقافية والحضارية، بتصير تزداد الحاجة أكثر وأكثر إلى أن تكون الجامعة كل جامعة محافظة على هالتاريخ وعلى هالتراث وعالحضارة. وبعتقد بهالإطار جامعة روح القدس ما قصرت أبدا، بالعكس سنة بعد سنة عم بتكرس دورها ووجودها وقيمتها الثقافية والجامعية والتربوية بلبنان والعالم العربي. لك فعلا هي جامعة مؤسسة من أكثر من 50-60 سنة، كل سنة بتخرج طلاب بمختلف الاختصاصات، وفينا نقول انه هي من الجامعات الاول لبل اولى جامعة لبنانية مارونية مسيحية لبنانية، فينا نقول بكل معنى الكلمة، عم تعطي اجيال لهم تأثير كبير في الحياة السياسية بالانفتاح. جامعة منفتحة على كل الطوائف على كل المجتمعات اللبنانية، بقى نحن بنتمنى لها كل توفيق، وكل سنة بنلاقي عم توسع باختصاصاتها بفروعها بكلياتها، بقى بنتمنى لها التوفيق وبنتمنى كل جامعات لبنان، بس الأهم من هودي كلهم هالشبابها وهالطلاب لازم نلاقي لهم شغل، لازم يكون عندنا جامعة مختصة بأنه تلاقي شغل لهالشباب اللي عم يتخرجوا بمختلف الاختصاصات. رح نستمع مشاهدينا لفقرة نيوتريشن مع جو وطبعا مايا نحول، ومثل ما عرفت اليوم يا جو مايا رح تحضر لنا كوكتيل، يعني شو اخبار عندكم؟ بتعرفي انا مثل ما عرفتي انا عرفت، بس شكله في كتير فواكه عنا اليوم وفي اشياء شوي جديدة، يعني جديدة علينا. شو القصة مايا؟ مزبوط. كيفك؟ انا منيح، وانت؟ اليوم مثل ما شايف في عندك كتير هيك اشياء اكزوتيك مثل مثلا دراجون فود ورامبوتان، رح نحكي عنهم ونفسر اكثر شو هن ونستعملهم بهذا الكوكتيل مثل ما قالت رانا، ونعرف عنهم اكثر بعد شوي. انا يلا طبعا رح رجعنا لعندكم مشاهدينا طبعا لنتابع نحن وياكم فقرة نوتريشن لليوم مع مايا. يعني مايا بتعرفي أكثر من نوع فواكه عنا. مزبوط. شو عنا؟ عنا فواكه ما نعرفها أكيد، رايح سويت أنا سوري. شو القصة؟ شو عرفنا؟ بصير مرشحة؟ لا لا تمام سلامتك يلا. فمثل ما قلت فواكه بنعرفها أكيد اللي هي مثل الكرز الفراز والموز، وفواكه شوي اكزوتيك يمكن ما كتير منشوفها بلبنان، منا متواجده بكل ال شغلتين ما عرفتهم، يعني هيدا هون وهون. مزبوط، خبرينا عنهم اكثر. اوكي، هيدا انا مره استعملتها من قبل رح بس لانه كتير عندها منافع وهلا موسمها حبيت ارجع احكي عنها وذكر المشاهدين اكيد فيها وبقيمتها الغذائيه. اوكي، هلا الاكيد انه هيدا مثل ما عم نشوف هي شكلها هيك مثل كانه الشهب الناق، مشان هيك اسمها دراجون فروت. اوكي، دراجون فروت. دراجون فروت او بيتايا اهين. في منا اكثر شيء بتايلاند بالمناطق، يعني هدول المناطق الاستوائيه، وفي كمان منا باستراليا كثير موجودين هول كل الانواع الاكزوتيك الفواكه. اوكي، هيدا وقت نقصها خلينا نشوفها من جوا. بس بتصير هيك مثل بقلبها منقطه اسود، هيدا البزر بقلبها اسود. شو بتفيد هيدي مايا؟ شو يعني هيك ابرز منافع اذا بدك؟ ابرز منافع، اول شيء بس اقول انه هيدا في منها ثلاث الوان، بيجي بقلبها زهر وقلبها اصفر او هيك ابيض. اوكي، شو منافع؟ اول شيء كثير غنيه بالالياف، بتشبع كثير، واطيه بالوحدات الحراريه، بس بذات الوقت الالياف تبعها كثير عاليه. فيها اوميجا 3، ما كتير منلاقي اوميجا 3 بالفواكه، اكتر شي بنحكي عنه بالمثلا بالجوز باللوز بالاسماك، فموجود فيها اوميجا 3 خاصة بالبزر تبعه، ان هذا الاسود البزر ما بينشال بيتاكل كتير طري،
موجود بقلبه كل الدهون المنيحة لنا للبشرة وللجسم أكيد. بدك نبلش الشغل نحن وعم نحكي معايا. إيه؟ شو رأيك؟ يلا. أوكي. أوكي. لكن قلت لي الأوميجا 3 موجود. أوميجا 3 مزبوط بتقوي المناعة. هلا رح أقولكم شو بدنا مكونات. أوكي. بدنا لكن هيدا الدراجون فوت إذا لقيناها بكل السوبر ماركت الكبار هلا موسمها منلاقيها. أوكي. ما بدي أكثر من حبة يعني ما تعطلوا هم. حبة لكم شخص؟ حبة لأربع أشخاص. لأربع أشخاص حبة كافية لأربع أشخاص. كافية يعني من كتر غير مكونات ساعتها بيكون كافي. ما بدنا فريز حتى نعطيها لون الزهر لانه أوكي. ما في منا بلبنان الا هيدا اللون ما بيجي منا الزهر. قديش كرز عفوا قديش فريز لاربع اشخاص؟ فريز بدي انا تقريبا 10 ل 12 حبه لاربع اشخاص. مزبوط فينا نزيد اكثر حسب قديش بدي اياها السموذي اللي عم بعملها بتحمل. مزبوط وقديش التكستير تبعها اذا ليكيد بديها او اقسى شوي. أوكي. بدي كرز انا هون شلت البزر منهم. اوكي. تقريبا كمان شي 14 كرزة. اوكي. اللي بتطلع اربع اشخاص. مزبوط. وموز بدي موزتين. موزتين. مزبوط. هلا هون شوي كبار فينا استعمل موزة واحدة. اوكي. وبالاخر في اضيف شوية مي. اوكي. هلا هاي دول. شو هاي دول؟ هاي دول اسمهم رامبوتان. اوكي. مثل ما شايفهم هيك كأنه عليهم شعر. مزبوط. هلا ما بيشوكوا ولا شيء. هول من اندونيسيا. اوكي. ليه اسمه من هلا رحت مايا؟ هلا راح جبتهم وجيت. هلا هول ليه هيك اسمهم؟ هو بالاندونيسي رامبوت يعني شعر. اوكي. فاسمه الرامبوتان يعني زادوا له السفيكس تان وحطوا اسم الرامبوت. كمان موجودين هلا موسمون. اوكي. هيدي قريبة كتير يعني من زيت اذا بدك العائلة تبع الليتشي وهدول الفواكه اللي هن هيك صغار. اذا منقصها. اوكي لشو بتفيد هيدي مايا؟ يعني شو هيك هيدي اول شيء كتير قليلة بالكالوريز، كل حبة منها فيها 7 كالوري. اها ولا شيء. ايه قليلة كتير وبس شو الأهم فيها إنه مثلا فيها حديد للأشخاص اللي عندهم نقص معهم فقدان هيدا كتير منيحة للحديد والزيادة إنه فيها معدن النحاس أو الكوبر هو بيساعدنا على إن نحنا ننتج خلايا جديدة الحمر والبيض لحتى نقوي المناعة. مظبوط. هلا ما فتحتيها ذكرت صح. فهيدا مثل ما هي هيك منشيلها يعني منكبسها بتطلع وهيك بتصفي. اوكي كم حبه رح نعوز للكوكتيل؟ هيدي انا رح زين فيها ما رح اطحنهم بقلبها. أوكي. فيها بذره بس بدنا ننتبه منشيلها من قلبها. وحتى انه بتستعمل كثير من قبل بالعصور القديمه حتى انه تشفي كانت. أه. يعني مثلا القشر تبعها بينغلى مع البذر كثير تفرجى انه بيوطي السكري تفرجى انه حتى بيشيل الكوليسترول يعني بيساعد انه يخفف الكوليسترول يعني عندها كثير منافع. مايا هلا رح نبلش مزبوط بالبلندر منحط الكرز يلا اذا بدك اقربها لهون هيك بنعبيهم هون يلا رح نحط الكرز مزبوط. اوكي هلا اذا بدنا بنرجع بنزيد رح نحط الفريز اكيد 4 حبات 12 حبة كيلو 12 حبة 12 حبة. هلا انت جو بعرفك ما بتحب الفواكه كثير 100% انا مش طحبي انا إيه. بس انا بعرف الكوكتيل بزيدوا له قشطة وعسل ومكسرات إيه اليوم لا هيدا رح نعمله هذا دايت كوكتيل دايت هالشي بس كمان فيه طعمة حلوة اكيد كثير من ورا الفواكه ورح نعمله التكستشر تبعه اذا بنحطه بالفريزر بصفي مثل الميري كريم. اها هيدا هيك الدايت هيك لسه عم تعمل دايت فيها تاخذ كوكتيل بالصيفيه بلا ما توجع ضميرها وتقول 100% وتقول اخذنا كثير كالوري. هلا هي انا رح شيلها بنشيلها كيف وقتها بدنا نشيل افوكاد بالملعقه مزبوط. ليك قلبها كيف هو زهر تشهى وما لها طعمه يعني الزهر بتبقى طعمتهم حاده اكثر شوي حلوه اكثر بس هدول ما فيهم طعمه. ثلاث انواع من الفواكه هلا عنا الموز مزبوط هلا رح نحط الموز قصد انا نقيتهم مستويين دائما عم جيب الموز مستوي لانه دائما بقول انه بفيد اكثر وقت يكون مستوي مزبوط. كثير لهم فوائد على الخلايا السرطانية بيساعدوا كثير من عدم انتشارها 100% نقص السود صح مزبوط. هلا رح نختار مرة ولا اثنين رحت وحدة بالاول لانه كبيرة برجع بنزيد مزبوط. اوكي بتاخذك في شوكولا كمان مثل ما شفت صح. هلا وقت يخلص على وجه شغلتين على وجه السموزي رح نزين ببزغ لدوار الشمس والشوكولا الاسود. اوكي رح نعوز مي او شيء مي هلا لازم نحن نحط شوية مي مزبوط بس خلينا نخدهم
تنشوف أداة التكستير بالأول. خليك تجيبي ماي وأنا أكمل. يلا رح أجيب ماي أنا وأنت بس. أوكي بدل وقت ماي عم تجيب ماي رح تنضيف على يوم. وصل الماي. وصل الماي. أوكي. شوي شوي منضيف الماي. اها قرأت دايما بتسمع كلمة ماي ما في كلمة كانوا بدو زيادة فواكه لأنه صار رح فينا نشربه هيك بيكون هيدا سموزي عم نشربه فينا نقسيه بعد بالفواكه كرمال نحطه بالفريزر ويجمد إذا ملاحظ هول النقط السود هول كلهم من الدراجون فروت وهيدي اللي رح تعطينا كل المنافع اللي نحن عايزينها أوكي حنزيد موزة بعد أوكي كل حدا حسب شو بحب يمكن في حدا يضيف فراز اذا بده او فرز او أكيد. اي شيء انا حطيت ضيف الموزة لانه هي بتعطينا هيدا التكستور القاسى شوي عظيم اوكي هلا هيدا هون تقريبا جهز عنا خلي انا هيك لانه هلا وقت نحطه بالفريزر رح يقسى رح ياخذ رح يقسى شوي رح يقسى مزبوط بصير كيف الميري كريم او نايس كريم بسموه عنا في عنا شي جاهز مايا رح نسكبون لا رح اسكبون بس بدك ساعدك بليز تشوف ما خصني اذا طلعنا الدم لا ما منتله ما منتله شي بكفي بكفي okay. هي كوب هيدا منزين نحنا بال بزغ دوار الشمس فينا كمان نزين بالبلوبري حسب يعني هيدا محل الفستق والجوز واللوز وكل مزبوط بس هدول هون بكون عم بيعطينا نحنا غذاء كتير بفيدنا هلا الجوز واللوز والفستق كمان كتير نايين مش عاطلين لا اذا نايين كتير بفيدوا خاصة مثلا الفستق كمان بوطي الكوليسترول كتير بفيد بس انه انا حبيت تغير شوي منحط بقلب قطعة شوكولا هذا الشوكولا اسود اكيد 80% دارك بقلبه فيه لوز وفيه كرز حتى نذكر زيت الشيء يعني بزيت الطعمة تبع المكونات اللي حطيناه هون هاي وقتا نحطها بالفريزر بتصفي مثل بوزة منكلها او فينا نشربها هيك اذا كنا كتير مستعجلين فينا نسقعها شوي بالبراد مزبوط بتكون كافية حتى تكون عم ناخدها او مثلا مثل سناك قديش فيها كالوري الكبرية مايا تقريبا هيدا فيها 150 كالوري يعني بتنفع تكون سناك بعد الظهر بين الغداء والعشاء مزبوط فيها تكون سناك فيها تكون حتى على الترويقة مع شي نوع بروتين معين ما في مشكلة انه هلا صار موسم صيفية والفواكه كتير منيحة لانه دايما بنقول انه بترتب لنا جسمنا بتساعدنا على انه تخلينا ناخذ هيدا النشاط وبلا ما نكون عم نفوت على حالنا كتير كالوريز يعني كل الناس اللي عم تعمل دايت فيها تاخد كوكتيل بلا ما تقول عم ناخد كميه كبيره من الكالوريز كتير بفيد حتى مثلا في دراسات فرجت انه للاشخاص اللي عندهم نصاحة على منطقة البطن اللي هن ابل شيب الشوكولا الاسود خاصة الصبح أوكي. كوب مثل هيدا يعني مكعب أوكي. كتير منيح بيساعد على انه يخسروا دهون نسبة اكتر من الاشخاص اللي مثلا ما بياخدوا شوكولا نور بس مش كمية كبيرة بطبيعة الاحوال لا لا قد هيدا. هيدا يعني فينا نقول اثنين لانه هيدا صغير يعني هو اللي بيطلع 10 جرام على الصباح بتكون كتير منيح على الناس اللي عندهم اللي عندهم نصاحة على منطقة الخسر ان كان رجال او نساء اكيد بتساعدهم انه اذا هم عم بيعملوا رجيم يلا بلشوا انا رح بلش اوكي صحتين مايا ميرسي عليك مشاهدينا فاصل اعلاني قصير من بعده منتابع فقراتنا خليكم معنا صباح لبنان مكمل معكم مشاهدينا والفقرة التالية هي فقرة تارو يلي رح نكون ناطرين فيها اتصالاتكم على 14-18 وعلى 00-88-216-1-01-008 زينة صباح الخير صباح الخير كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال قبل ما هيك نبلش دشتنا المعتادة رح ناخد أول اتصال على 14-18 ألو صباح الخير تفضلي صباح النور بدي اسال مدام زينة انا عن ابني كريستيان ابن صانيا
اوكي نهار احد صار معه شغله فقد شيء كبير يعني ما بعرف اذا رح يلاقيه او لا خليكي معنا شو صار عليك؟ فقد شيء نهار الاحد بتشوف اذا رح يلاقيه ولا لا ما هيك سونيا؟ ايه نعم اوكي قد عمره؟ 35 سنه قد شو اسمه؟ كريستيان 35 سنه ليك قد ايه بفتح صار لي ورق اول مره بيطلعوا هول ورقتين حط بعضهم ليك ابشع ورقتين بالورق طلعوا حط بعضهم رح كفي تشوف شو عم بيقولوا يلي فقدوا فقد بملعنه من فقد بطريقه بالصدفه ولا مقصود بملعنه لازم ياخد شيء اجراءات بهذا الموضوع لانه من وراء اللي ضيعه رح يسبب مشاكل مش قليله مضطر انه يمضي امضى واثنين وثلاث امضاوات كرمال هالشغله يلي فقدها ضيعها بعدك معنا سونيا بعدك على الخط ايه نعم شو اللي ضيعه فيك تقول سيارته سرقت سيارته هو بالنادي عم بيعمل سبور خلعوا الخزانه اخذوا المفاتيح وسرقوا السياره وفيها اوراق للشغل وفيها يعني مثل ما يعني مثل ما عم بقول لك انا انه مقصوده مش بس لبنان مش بالصدفه مقصوده ومن ورا هالسياره اللي انسرقت رح بيصير في مشكل كتير كبير هون بنبه الورق انه انتبه في ثلاث امضاوات مجبور يمضيهم اتخذت مش موضوع بس للسرقة او يخسروا اياها لا في موضوع اكبر من هيك خليه ياخد كل احتياطاته اكيد يعطي خبر اكيد عطى خبر في امضاوات ثلاث امضاوات لازم ينضيهم من كل بد ولا بشكل هالوضع خطر عليه يعني في كتير عالم بينفقد لهم كتير اشياء رنا بس ما بيشكل عليهم خطورة بيّن عندي هون انه من هالسرقة اللي صارت معه رح تشكل عليه خطورة قبل ما عرفت انا انه سياره نعم بس عم بينبه هون الورق انه لازم يعمل اشياء يحسن حاله من كل الميلات تما ينصاب لانه من ورا هالسياره في مشكله كتير كبير ورح تستعمل لشغل الهيئه كتير خطره يعني ان شاء الله لا وعلى كل سونيا اذا بدها معلومات اكثر فيها تتصل فيك على 03378300 رح ناخذ معلومات جديده ولكن هالمره مثل ما بيقولوا لي بالرجي من صفحه البرنامج صباح لبنان على الفيسبوك شربي الابن سلوى عمره 17 سنه بعرف ما بتحبي تاخذي تحت عمره 18 سنه حب اهلك قد ما بحبوك وضلك ملتهي بالعائلة الحواليك منيح ما عندك صغيرة فتحتروه ما هيدا دايما بتقولي كمان على صفحة برنامج صباح لبنان سمية بن سطحية مواليد 79 سمية حابة تعرف إذا رح ترجع لزوجة أو لا إذا رح ترجع لزوجة القلق باقي حتى لو رجعتي القلق باقي في عناد كتير ليك بالنسبة ل مش بس لإله بالنسبة لكل الحوالي أنت كامرأة مش موجودة يعني مش معتبرينك ليك هالورقة شو بتقول هيدي أنت هاي ورقة الموت سلامة قلبك يعني مش إنه أنت بتموتي لا أنت كامرأة بالنسبة لإلن ولإله غير موجودة مش إنه زعل وبيمشي الحال حتى لو رجعتي شو اسمه سمية لو رجعتي ما في نتيجة يعني ما لك حياة مطرح ما ناوية ترجعي ما بعرف شوف شو بدك تعملي أنا إذا بدي أنصحك بطلع شوي نصيحتي قاسية ما ترجعي هي فيها علي هي قد إيه صعب عليك تعطي نصيحة طب إنه بوضع مثل هيدا مفروض هيك إلا إن هلا لو بوجهي هي كنت بحكيها اكثر بلا ليه بلا ليه انت تعتبري مش مو يعني منك امراه معهم يعني لا بالحنيه لا بالعاطفه لا بالمعامله
لا بالرأي ولا بشي يعني. نعم. هلا مش كل مرة بنرجع يعني معنا حق، مش كل مرة بنتركه بنفل يعني كمان معنا حق. كل واحد حسب وضعه. شوفي أنت وضعك قديه فيك تحملي قديه بيحمل وتصرفي. يعني دايما عن جد في صعوبة بهيك أكيد بهيك قرارات، خاصة بس تكون شوي فشي بالورق بدك تنقلي للشخص يلي موجود مقابلك. رح أجي أذكر المشاهدين بأرقام التليفونات 1418 من داخل لبنان 00882161008 من خارج لبنان، ولا الأشخاص اللي حابين يتواصلوا مباشرة مع زينة نمرود على 03-378-300. اللي لفتنا بالورقتين يلي شلتيهم اثنيناتهم لابسين أخضر، والأخضر علامة الحياة. مخص هيك مخص بالتارو لا مخص بيان لأول شيء ورقة للشاب عم تحكي ولا لا؟ لا سمية آخر شيء لسمية لا تاني أوكي. تاني شيء لا طلعت ورقة الموت اللي حمراء ورقتها هي كست بيني عندي انه هي منيحة، لا في شغلات كتير بتتفسر بالورق أكيد. بيني عندي انه هي منيحة بس مش شايفينها. يا ريت لانه الواحد كل شيء منيح بيشوفوه كل شيء بيضحي ما بيبين، مش كله بينشاف، مش كله بيتقيم، مش كله واحد بيحفظ جميل للشخص. يعني ما مبين عندي بالورقة هون اللي حق عليها، مبين لي في اشخاص حدا منيحة ولا مش منيحة مش شايفينك. بأول فتحة فتحة ورق بينت عصبتي، يعني خليني أقول هيك تفعلت كتير إيه مع ال إيه لأنه أول مرة هون الورقتين طلعوا له للشاب اللي سرقت سيارته، أبشع ورقتين بالورق أبشع ورقتين لأنه عم بيحكوا عن وضع بشع. مش بس طلعوا اثنيناتهم كفولي ليه هيك؟ نعم يعني مثل ما عم تقول هي انه اخذوا له المفاتيح وسرقوا له السياره، يعني قاصدين ومثل ما قلت لها انا قبل نعم انه مقصوده استرقوها هيك بس على الطريق عربيه استحلوها اخذوها او بعدين في من ورا هالسرقه هي في مشكل كبير بيشكل عليه خطوره. نعم ينتبه. رح ناخذ اتصال جديد على 1418. الو صباح الخير. صباح النور تفضلي. الحمد لله. ازرتريدي رنيم بنت عائده نعم مواليد 82 نعم عمل عاطفي اذا في ارتباط عن جديد من المعروف. شكرا لاتفاق. عايشه بدوامه كتير هيك سودة دوامه بروتين كم شغله بتعملهم محددين انه هي وهي وهي وبس عاطفي سيد احدا ما في ما في ارتباط قلنا عنيدة كويسة هي منيحة يعني مديات حدك بعدين بالمستقبل مدياتك تكون مأمنة ما بتعوزي مادة صحتك منيحة بس غير شيء يعني اجتماعيات عاطفة ارتباطي وصلك لنتيجة او علاقة توصلك لنتيجة ما في في بس عندها المادة منيحة الحمد لله صحتك منيحة. زينة الافضل الشخص يسأل عن حاله او ما بيأثر اذا حدا تاني سأل عنه مثل بعض اذا عم تعطي المعلومات هي ذاتها مثل بعض بس انا وقت اللي بيكون في موضوع اوقات مهم ما بقدر اقوله لإلك ممكن لجوزك بقلك اياه اذا انت عم تسألي عن زوجك. نعم لزوجك بقدر فسر له اياه اكتر او بكون هو فاهم علي اكتر بالموضوع لانه بكون صاير معه. انت بكي مش عارف كل الحقيقة. نعم يمكن قلك شيء تخديه انت هيك ما بتخدي بعين الاعتبار. نعم هو لا بيعرف انا شو عم قله وبياخد راحتي اكتر مع نعم. اللي صاحب العلاقه نعم بيقدر يكون على تواصل يمكن أكيد. اكتر معك. رح ناخد اتصال من القاهره. الو صباح الخير. اذا سمحتي صباح انا عايز اسال على نفسي نعم وابني. تفضلي. ابني في مجال العمل والاولاد هيجيبوا اولاد التاني لا خلينا نبلش بالاول. شو اسمك؟ امال. امال اسم والدتك؟ فوزية. قد ايه عمرك؟ 63 سنة. 63 واسم ابنك حتى ما تنطرك على الخط؟ وسابة وهو عنده 38 سنة. اوكي شكرا لاتصالك وتحية طبعا لشعب مصر ان شاء الله ضايع التعاون ما
بعرف ليه ضايع التعاون معه، يا انه هو مغنج زيادة او ايه او عنيد زيادة او مش معود كتير على الشغل وعلى التعاطي مع العالم، ما في كتير تعاون معه، ضايع التعاون. المحبة موجودة، صحته منيحة، ان شاء الله باذن الله بيكون عنده عائلة. يا ريت حظه مثل حظك، قليل يبين عندي هيك نساء حظهم هيك، حظك كتير منيح، انت ايامك تكون احسن من ايام كل الاشخاص اللي عندك بقلب البيت. في شغلات ما عم بخبركن هو عليها الحقيقة، ما عم بخبركن، عم بخبي كتير اشياء، بس عم بين عندي هون قلة رزقته، الحق شوي عليه، يمكن من وراء كيف معودينه او هو كيف معود ما عم يقدر كتير يتعاون مع الاشخاص تتكون رزقته منيحة. قد ايه وضع يعني فرد بالعيلة بيأثر على الوضع العيلة ككل؟ كتير كتير، الا اذا كانت العيلة كل واحد بله بحاله. نعم. بس وقت بتكون العائلة مرتبطة وبيحبوا بعضهم بيعتلوا هم بعضهم، وجابتك جايبتي وألمك ألمي وفرحك فرحي، بيذبح العائلة يا رنا. أنا بعض كتير يعني عيال مأساة صغيرة تبقى عن بنت أو شاب بقلب العائلة أو البيت، بأثروا على الكل كتير، وفي ناس بتشوفيهم ما بهمهم، حسب حسب هني كيف مربيهم. نعم. كيف تعاطفهم مع بعضهم. نعم. بس بي يعني بالوضع يعني إذا عم نحكي عن فتح التارو، ما عم نحكي نحن سوسيولوجيا هلأ، بيكون في يعني ارتباط معين أو بيكون في علاقة يعني بتجمع هالأفراد ببعضها بتأثر على على شو شايفة بالورق؟ إنه بيبين معي إنه أنت وقع بمشكلة ما في حدا حدك. او انت مش هتلين هم عائلتك او في مشكل بقلب العائلة. نعم. انت ما عم تساعد ما عم تتعاون، ببين ايه كل شيء ببين، تكون واضح. هذا سؤالك؟ هذا سؤالك 100%. اكيد رح نضل منتظرين اتصالاتكم مشاهدينا على 14 18 من داخل لبنان وعلى 0082-216-1008 من خارج لبنان، وطبعا رقم الخاص بيزين على نمرود 03-378-3000. كان في اتصال وانقطع ولكن قدرنا ناخد الاسم. بيرنا بنت جولييت عمرها 30 سنة. بيرنا ملبكة لحالة كمان بالعيلة، موضوع العيلة ملبكة لحالة، محبة كريمة، عندها 3 اشخاص عدلين يهمون، ديناميكية، كل قراراتك بتكلي فيها على ربك مثل ما الله بيريد. برافو عليك، في عندك رزقة من غريب او من غربة رح توقف، بس مش قريب، عندي شي 3 اشارات من سنة اللي جاي جديدة، يعني مرقة 8 اشهر 8 اشارات بتبلش الرزقة تخف مع هالشخص الغريب او بغربة. خليك مثل ما انت، ما تغيري شي بحالك، مثل ما بتكلي على ربك وحركتك مزبوطة وحنوني ومحبة، خليك مثل ما انت، ما تلومي حالك على شيء، الظروف هي هيك حواليك. يعني زينة قد ما في ضغط على الخطوط عم ينقطعوا الخطوط. رح ناخد اتصال جديد من لبنى. صباح الخير لبنى. الو الو، يبدو انقطع الخط. لبنى بنت حياة عمرها 40 سنة، حابة تعرف عن العائلة. شو بتعني عن العائلة؟ سألت؟ لا. هل في بالرجي؟ لا. خساراتكم أقل من غيركم بالعائلة، في عندكم موضوع غريب عم بتفكروا فيه، شغلة غريبة، بس ما رح تلاقوا الشراكة أو التعاون. العائلة بعدها معكي؟ لا، قطع الخط. في عندكم بفقدينكم لحدا مش بعائلتك الصغيرة الكبيرة، يعني اهلك او بيت عميك، بفقدينكم لحدا يجي ميراث ل3 اشخاص بالتساوي، وهالميراث هيدا رح كتير رح رحكن كلكن. هيك ورقة بالاول ما عطيني منيح، اخر شي عطى منيح ورقك، ما في شي بخوف ابدا، ما
بيشغل البال. اتصال جديد. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. لو سمحتي فينا نحكي مع معزة. اكيد زينا. تفضل. مين معنا؟ محمد. اهلا محمد. الو. ايه تفضل. ايه مرحبا مدام. اهلا يا محمد. ايه مدام انت من شو سنة يطول عمرك قلتي لي على شغلة وضبطت 100%. نعم. في الابن قلت لك راح على امريكا قلت لي ما بيبقى في ناس ورا منه هيك بيسكسكوا فيه. نعم. رجع بدي اعرف شو بيصير معه وانا شو بيصير معي بشغلي. نعم. محمد شو اسمه ابنك؟ ايهاب. ايهاب اسم والدته؟ دلال. دلال قد ايه عمره؟ ست ال 95 خلقان. مواليد ال 95. قلت له من سنه انه بيروح على امريكا بس ما بيضل بيرجع وهيدا اللي صار معه. حابب يعرف شو بيصير معه هلا. بكل الاحوال هالروحه هيدي يلي دامت ست اشارات من اشاره ما في له خساره منها. السنه اذا الله راد عنده امضه من ورا صديق راح يحبها كثير ويشتغلها هالشغله يلي راح يمضيها. فاذا بس هو بيتعلم راح يتعلم. خليك معي. في عنده امضه من ورا صديق كثير رح تفيده هيدي الأمضة. ما بعرف إذا هيدي شهادته رح يكفي فيها ليصير عنده أمضة. يعني عفوا هو إجا فات على الجامعة هون. نعم. راح عليه سنة بهالروحة وهلا هو بالجامعة سنة أولى. بس بدي أعرف بكفي جامعة بتوفى. هيدي السنة اللي أنت زعلان عليها إنها راحت من قدامه ما عليك. ما في خسارة. رح أرجع عدلك. هيدي السنة مع صديق لإله. بيكون اضطرد مكان بيدرس شغلة او بيعمل شغلة في له بأمضة منها أمضة يعني بيكون عنده أمضة. بيكون قوي رزقته منيحة موزون المحب حده معود عليه على كل شيء. مشكلته الوحيدة انه هو يحب يكون معه مادة اكتر. بس الشغلة اللي رح يعملها السنة رح تجيب له أمضة هو وصديق لإله. ما بعرف اذا حابب هالاختصاص من ورا هالصديق او هو صديق مع بعضهم. نعم. بس ظروفه كتير منيحه لقدام ما تعتل عمه. طول عمري. يا هلا. بالنسبه الي شو اسمه لك محمد؟ صبحيه 15/4/62. 62؟ نعم. نعم. بس بشكل سريع لانه انتهى. تلبيك ما عندك. حركتك مزبوطه. خساراتك عم تحملها. رايق على امور كل شغله شاطر فيها انت ضلك استعملها ما تحطها على جنب ضلك استعملها ما تمرق ظروفك الماديه بخطوره بصحتك منيحه اي شيء بدك شيء زياده حتبقى احكي لي تحت لهو. شكرا لاتصالك محمد وشكرا لك زينه ولطبعا كل الاشخاص اللي اتصلوا فينا وبنرجع نتلاقى بنهايه الاسبوع. اهلا وسهلا فيك. مع هالفقرة مشاهدينا بنوصل نحن وياكم لختام برنامجنا لليوم واذا انا رح اتجدد نهار بكرة بمواضيع جديدة طبعا دايما بنفس الوقت ما تنسوا تتابعونا على الساعة 9. الى اللقاء.